مساء الخير على احلى اخوات في الدنيا. قبل ما نبدا حلقه النهارده انا عاوز اقول لكم تضغطوا لايك للفيديوهات ولو امكن كومنت جميل تقديرا منكم على المجهود اللي بنعمله على القناه. احنا بنتعب جدا في تسجيل الصوت وعمل الانمي، فكل اللي بنطلبه منكم تدعمونا بلايك وكومنت جميل. الكومنت بيفرق معانا جدا وبيساعد في تقدم القناه. ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. مليكه، نعم عايزك. نعم تعالي نتمشى في الجنينه، عايزه ادردش معاكي شويه. ملكة كانت لسه هترفض عشان تعبانة. تفضلي. اوكي يا خالو. وتمشوا مع بعض وبدأ يتكلم. ممكن اعرف مالك؟ مالي يعني؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ ده انت العفاريت كلها بتتنطط في وشك. قولي مالك حاسة بايه وايه حكايتك؟ حكايتي؟ حكاية ايه يا خالو؟ انا مش فاهمة حضرتك تقصد ايه؟ الغرور والتكبر، الغلاف اللي انت مغلفة نفسك بيه يا ملكة. لان ملكة مش كده خالص، ملكة بنت عادية وطيبة. عايز اعرف ايه سبب الغلاف ده؟ ولا غلاف ولا حاجه، انتوا بس اللي شايفين كده. انتوا؟ انتوا مين؟ انتوا حضرتك وبابي ومامي ومالك وكمان بناتك وبنات العيله وزياد، مش كده؟ لو سمحت ما تجيبش اسم البني ادم ده قدامي، ده انسان. بص لها ادم نظره تحذيريه انها ما تغلطش. يعني انت شايفه ان الكل مش عاجبه اسلوبك؟ أمك وأبوك وبنات العيلة وكمان زياد وأخوك مالك. يعني أنت عايزة تقنعي نفسك إنك أنت اللي صح وكل العيلة دي غلط؟ طب أنت ليه ما قعدتش مع نفسك وفكرتي إن إزاي العيلة دي كلها متفقة على رأي واحد وأنت اللي مختلفة؟ مالك أنت عيبك الوحيد إنك مفكرة إن مفيش حد زيك. اتولدتي وفي بقك ملعقة دهب، اتدلعتي. جاسر وملك ما حرمكيش من حاجة، زياد كان واقف جنبك طول الوقت، كان بيلبي كل طلباتك. وانت فهمتي كل ده غلط. انا مش فاهمه يا خالو، انا تعباكوا في ايه؟ انا عايشه مع نفسي ولنفسي، ما بدورش حد وما باذيش حد. انا عايزه افهم بابي ومامي عايزين مني ايه؟ لا بتاذي لما تنتقدي مريم الصغيره، يبقى بتاذي لما تهزي ثقه رتال في نفسها، يبقى بتاذي لما تتجنبي امك وابوك واخوك، تبقى بتاذي واذيتهم كتير. واكتر واحد اتاذى منك زياد. بلاش البصه دي، انا عارف كل حاجه، انا مش عبيط. مش معنى اني بعاملك كويس وانك زي بنتي ابقى مش زعلان منك. لا تزعل مني انا ليه يا خالو؟ عايز اعرف ايه؟ انا اذيت زياد في ايه؟ انت اذيتي زياد في مشاعره، في كرامته، في شخصيته، في حياته، في اخته، في كل حاجه تخص زياد. زياد بيحبك يا مليكه وانت خسرتي الحب ده. ايه؟ زياد بيحبني؟ انا مليكه الصاوي؟ رجعنا لنفس النقطه، مليكه الصاوي. انت شايفه نفسك فوق وان زياد فقير، مع انه كان بينفذ كل طلباتك لانك شايفاه فقير، لكن بالعكس انت اللي كنت محتاجه له مش هو. زياد راجل من صغره يعتمد عليه، وكمان ابو حسام شغال في الشركه ومرتبه كويس جدا وعايش ميسور ومسطور وعندهم عزه نفس كبيره. زياد اتعلم وتعب وكون نفسه وبيصرف على نفسه، وكمان مش حارم اخته وامه من حاجه، عنده رصيد في البنك ومؤهل انه يبقى رجل اعمال ناجح في اي وقت. زياد مش فقير يا مليكة، انت اللي فقيرة. كل ده وفقيرة؟ انت فقيرة مشاعر، فقيرة حب، فقيرة احساس بالغير. زياد اغنى منك يا مليكة، زياد عنده حب يكفي العالم كله، زياد عنده احساس ومشاعر مش موجودين عند اي واحد غني. تعرفي ان زياد جمال، ابوه جمال الله يرحمه ليه جميل في رقبتنا، ولسه ولحد ما نموت مش هنقدر نسده. زياد وجميل؟ جميل ده ايه بقى ان شاء الله؟ بلاش اسلوبك ده. احب افكرك بس قبل ما اقولك زياد عمل ايه. لا يا حبيبتي، ابويا كان فاتح محل ورد، بياع، وكان حاله على قده. اما بقى الجميل اللي عمله زياد وابوه، ان ابوه انقذ جدتك نهاد الله يرحمها من الموت وخدها عنده رغم ضيق الحال وعيشها معاهم 8 سنين، اكل وشرب وعلاج ولبس، ولا اشتكى ولا مل، كان سايب كل حاجه على ربنا. اما بقى زياد كان السبب اني اكشف اللي قتل جدك حسين الصاوي، وكان مستعد انه يضحي بنفسه عشان يجيب حق ابوه وهو عنده 10 سنين. وقف جنبك وساعدك وانا قربت منه وعرفت دماغه، وكان نفسه يبقى ضابط او دكتور لما يكبر، وانا كنت شايفه هيبقى ضابط مخابرات مفيش بعد كده. لكن شاف البنت اللي بيحبها من اول ما اتولدت وشالها بين ايديه، حابه تدخل تجاره، قال مش مهم مستقبلي، المهم ان مليكه تكون حاجه كويسه وتدخل حاجه بتحبها. غير مساره وضحى بحلمه
ودخل كلية تجارة عشان خاطرك وعشان خاطر يراجع لك أهم حاجة تبقى موجودة جنبه. لكن جيت انت بغبائك وتكبرك وغرورك اللي ملوش أي لازمة أهنتيه وزعلتيه بكلامك، وانت فكرتي ان زياد هيبقى تحت ضوعك؟ وانت فكرتي ان زياد هيبقى تحت طوعك؟ لا، زياد كان بيعمل لك كل حاجة بحب لأنه كان بيحبك يا مليكة. زياد أنا أتمناه لبنتي وأتمناه ابني. أنت خسرتي يا مليكة، خسرتي راجل كان بيحبك ويعشقك. زياد بيحبني أنا؟ الظاهر أنت ما خدتش بالك من اللي أنا قلته. زياد كان بيحبك. ونصيحة، فوقي قبل فوات الأوان، لأنك لو فضلتي بأسلوبك وتصرفاتك دي هتخسري أكتر من كده. رينو جت من وراهم. بابي يلا عشان الغدا جاهز، وعمو جاسر مستنيك. حاضر يا حبيبتي. وساب مليكة ومشي. مليكة واقفة مكانها مصدومة وبتراجع شريط ذكرياتها مع زياد. آدم راح عندهم وكانت الترابيزة عليها جميع أنواع المشاوي. هي الحريم هتقعد فين؟ جاسر ضحك عشان عارف إن آدم غيران على مريم. ما تقلقش، أنا ومالك مجهزين الخيمة اللي هناك دي عشان الستات تقعد براحتها. لا تمام قوي كده. نور قاعدة زهقانة لأن محمد لسه مجاش والساعة عدت 3 ومكسوفة تتصل عليه. يلا يا جماعه اتفضلوا الغدا جاهز. بسم الله. يلا يا جماعه، ودكتور محمد على وصول، ثواني ويكون داخل علينا. وفعلا دخل عليهم. نور لفت بسرعه وكان محمد جاي ولابس بنطلون وقميص شيك جدا ومشمر الكم والنضاره والساعه، وكان جميل جدا. اخترق قلب نور. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا حبيبي اللي اخرك كده؟ محمد عينه على نور. اسف يا ست الكل، كان ورايا كشف في المستشفى وخلصت وجيت بسرعه. ده انا حتى لبست في المكتب. وصل عند نور. ازيك يا نور؟ الحمد لله يا محمد، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. ما يلا بقى يا جماعه، انا جعانه قوي والاكل هيبرد. مالك يا حبيبتي، خدي البنات ومدام شيرين وقعدوا في الخيمه عشان تاخدوا راحتكم. حاضر يا حبيبي. لا يا حبيبي، سيب شيرين جنبي، مش هتفارقني ولا ايه يا روحي؟ عمري ما فارقك ابدا يا مصطفى يا حبيبي. ده الحب ولع في الدوره. رنا قامت. رايحه فين يا رنا؟ حبيبي هقوم اتغدى جوه مع مريم والبنات. خلاص انا هقوم اتغدى معاكي. قال له ادم، انت قاعده تفضل عبيط لحد امتى؟ حبيبي ما ينفعش، اللي جوه منقبين. يبقى تقعدي جنبي وتاكلي وانت جنبي. بس يا طارق ولا كلمه ومن غير بس، هتاكلي وانت معايا. ورانا استسلمت. وفعلا قعدت شيرين جنب مصطفى ورانا جنب طارق. مريم استاذنتهم وبصت لادم اللي غمز لها، ومراد متابع بخبز. وآدم بالصدفة شاف مراد عينه على أبوه اللي برق له بغيظ أول ما شافه. محمد قعد وعيونه على نور اللي ماشي في اتجاه الخيمة، وكل الشباب والرجالة وشيرين ورانا مع بعض. طارق كان بيأكل رانا غصب عنها ويحط لها الأكل في بقها بالعافية، وكلهم هلكوا ضحك على طارق. أما البنات ومريم وملك وهنا مع بعض وبدأوا أكل. مليكة كانت بتاكل وهي سرحانة في كلام آدم. بعد شوية رينو أكلت وقامت. تمام، عملية تعبئة الكرش تمت بنجاح، أنا رايح أغسل إيدي. استني يا رينو، خديني معاكي. وفريحة ومريم وريتال قاموا كلهم ورا بعض، والرجالة أكلوا وخلصوا كلهم. كده الكل أكل الحمد لله وظبطوا كل حاجة. يلا يا شباب، العصر أذن، يلا عشان نصلي جماعة. والكل بدأ يقوم يتوضأ، والشباب فرشوا سجادة في الجنينة، وآدم صلى بالرجالة جماعة. أما البنات اتوضوا وصلوا في الخيمة، ومريم اللي صلت بيهم. وبعد الصلاة قعدوا كلهم في الجنينة مع بعض يهزروا ويضحكوا، وكل حبيب عينه على حبيبته، ولغة العيون كانت أكتر من لغة الكلام. مالك جه عليهم وماسك كرة في إيده. يلا يا جماعة. الكل انتبه. قال له فهد، يلا فين وإيه الكرة دي؟ هنلعب كلنا ماتش صغير. قال له زين، أيوة بقى أنا موافق، وهكون في فريق محمد طبعا. الشباب عارفين طبعا إن محمد مدمن كورة وحريف، وبدأ الصوت يعلى، وكل واحد عايز محمد في فريقه. وطبعا نور مبسوطة ان الكل بيتخانق وعايز حبيبها. اهدوا، احنا هنتقسم لفرقتين، مراد وزين وفهد وفارس ويوسف ومالك فريق، وادم وطارق واشرف وجاسر وحسام وانا فريق، وبابا مصطفى هيبقى الحكم. الشباب اعترضوا لانهم عايزين محمد معاهم. طارق كان هيتخانق معاهم عشان عايز محمد معاهم. الكل واقف يضحك عليهم، واخيرا كلام طارق اللي مشي عليهم، وان الماتش اتقسم زي ما محمد قال، والشباب راحوا ورا الفيلا يظبطوا للماتش. رنا هتموت ضحك هي وشيرين على طارق. حبيبي عيونه. تسلم لي عيونك. مش هتقولي بقى العلبة القصيفة التانية دي لمين؟ لا حبيبتي، انا يا ناس اللي بيزعل بره البيت. عارفة انت لو في البيت وشفت القمصة دي كنت اكلتك. بحبك يا بت، وبعدين دي مفاجأة يا قلب ادم.
مليكة جات وقفت جنب آدم. خالو آدم؟ نعم يا مليكة. هو زياد فين؟ زياد عايش حياته يا مليكة، وياريت ما تفكريش فيه عشان هو ما بقاش فاكرك، وسابها واستأذن. مريم حبيبتي تعالي نقعد على الأرض تحت الشجرة دي. مريم قامت وجواها زعلان على مليكة. بعد شوية جه مالك، يلا يا جماعة على الماتش وكل حاجة جاهزة. أشرف يا حبيبي. عيون أشرف. نعم يا روحي. ما تستنى شوية، هو لازم الماتش دلوقتي؟ أنا حابة أنك تفضل جنبي كده دلوقتي. جاية تقولي كده؟ عموما لما نروح، وبعدين يا قلبي الدنيا قربت تبقى ليل، يا دوبك نلحق، وعايزين نلعب ونرجع الماضي، بس أهم حاجة تشجعيني. ماشي يا قلبي، أنا هشجعك على طول. يلا يا شباب مجهزين كل حاجة، وكمان في كراسي ليكوا عشان تشجعونا. هنا قامت معاه، وكمان مصطفى وشيرين، وجاسر خد ملك، وطارق خد رنا، وحسام خد هدى. ادم ماشي هو ومريم كانهم بيحبوا في بعض، وكل البنات راحت. فهد نادها على رين وحجز لها كرسي قدام، وكمان يوسف حجز لمريم، ومليكة قعدت في ركن وفتحت التليفون وما اتفرجتش ولا اتكلمت. ادم وصل وقعد مريم في اخر كرسي وقال لها انت تقعدي هنا جنب اختك، وما تقعديش قدام مريم. محمد نادها على نور وقعدها قدام. تعالي انا حجزت لك كرسي عشان اشوفك واتحمس واكسب. محمد انت مش محتاج تتحمس، انا واثقه انك هتكسب. انت محمد عزيز مش اي حد. طب امسكي بقى الساعه والتليفون والمفاتيح دي معاكي. في حاجه في جيبك؟ هاتها عشان ما تقعش. لا ما تقلقيش، ثواني وجاي. ومحمد اتحرك وبعدها رجع تاني. امسكي المحفظه دي معاكي، وخلي بالك مني مش من الحاجات. كل البنات قعدت والشباب في الملعب، وتقسموا الفرقتين وبداوا الماتش. وكان اكتر لعيب محترف محمد، بيلعب باحترافيه وحاسس انه مشتاق للكوره، وبدا يرقصها على رجله والكل يهجم عليه، ومحدش في كفاءته، لكن مراد وفهد بيلعبوا كرة حلو. طارق طبعا مبسوط من شكل الخصم، وتأكد ان محمد هيكسب مراد، وخد الكرة وشطها بعيد ودخل جول في طارق اللي واقف حارس مرمى، وفريحة قامت سقفت برافو يا مراد، الله عليك، الله عليك يا حبيب والديك، ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي. لكن نور زعلانة لانها متأكدة ان محمد سايبهم ياكلوا عيش. كل ما الكرة تبقى مع آدم ومراد يقرب منه، آدم يلسع مراد على قفاه، ومصطفى صفر انذار لآدم، ومراد أقسم أنه يتسبب لابوه في طرده من الماتش. جول، محمد جاب جول في مالك اللي واقف حارس مرمى. نور وقفت وسقفت، وكمان رينو اللي بتشجع الكرة الحلوة، وطارق بيجري في الملعب هو وآدم وأشرف، وبيغيظوا فريق الشباب. فهد ومراد وزين ويوسف وفارس متغاظين تعادل، وبدأ لعب من تاني، ومحمد خد الكرة ترقيص لحد ما وصل عند مالك، وبحركة بسيطة دخل الجول اللي بعده. وأكتر اتنين فرحانين نور ورينو، وباقي البنات زعلانة. حلو بالزاف، حلوة، الله عليك يا محمد يا عزيز، مو عزيز، الله عليك يا ابني والله. والكل حب تعليقات رينو. كملوا لعب وجابوا أجوال تاني وقربوا للنهاية. واخيرا مصطفى اعلن بفخر ان فريق محمد عزيز كسب 4 وفريق مراد العدوي 1، واخيرا الماتش خلص وكلهم ضحكوا وفرحوا. نور راحت على محمد وجابت له مناديل. ادم راح قعد جنب مريم. هارت لك قفا مراد. وكل حبيب راح لحبيبته يطمن عليها، وبصفه القرابه محدش شك في حاجه. الكل كان مبسوط وبيغيظ في الفريق الخسران. رنا بتستعجب على جنون طارق اللي بتعشقه. وبعدها استريحوا شويه والليل جه، وقعدوا كلهم مع بعض. ادم خد اميرته وقعدوا تحت الشجره. فهد عيونه على رينو ومتغاظ من هزارها مع البنات، وكمان مع يوسف ومالك، وراح قعد جنبها. رينو. نعم يا فهد. حاولي يعني بعد اذنك تبطلي هزار شويه. ليه بس يا فهد، انا بتكلم عادي، وانا ما بهزرش يعني، انا بضحك لان يوسف دمه خفيف قوي النهارده. رينو. نعم يا فهد. سمعتيني قلت ايه؟ صح، ما خدتش بالي، انت قلت حاجه تاني دلوقتي؟ رينو. ايوه يا فهد. اتلمي احسن لك. ايه اتلمي دي؟ خد بالك من كلامك. انا واخد بالي قوي يا رين، ولو عايزه اليوم يعدي على خير اتلمي، لكن لو مش عايزاها دم للركب انا مستعد. ومشي وسابها. رينو خافت منه لان فهد لما بيجيب اخره بينادلها باسمها. مراد قاعد ولازق في طارق. ما تقوم يلا من جنبي، انت لازق فيا كده ليه؟ الله، انت مش حمايه؟ حماك؟ عشان حماك تلزق فيا كده؟ ما انت مش راضي تخلينا اتمشى مع فريحة في الضلمة دي. بتلم نفسك يلا، الدنيا بقت ليل، عايز تتمشى مع بنتي في الجنينة؟ وفيها ايه؟ ده انا حتى هحميها. تحميها؟ تحميها من ايه ان شاء الله يا ابن العدوي؟ افرض وهي ماشية لوحدها طلع اسد في الجنينة، او نمر، او كلب البحر. كلب البحر؟
وهو في الجنينة كلب البحر. هو كلب البحر مش بيبقى في البحر. مراد ضحك بصوته كله ورانا كمان ضحكت والكل انتبه. يعني هي الجنينة فيها أسد ونمر؟ نام يا طارق نام. مراد بس على أبوه حط إيده على قفاه. لا يا عم أبويا خلاص بيخطط. بيخطط ليه؟ بيخطط للانتقام مني يا طارق. أبويا هينتقم مني على اللي بعمله فيه. يقدر وأنا موجود؟ تخافش يا واد أنا في ظهرك. ده اللي مخوفني يا طارق إنك في ظهري. جامدة أقسم بالله. قلت فولة واتقسمت نصين. طارق قال لي رنا ويا ترى الفولة دي حلوة ولا وحشة؟ مسوسة. فولة مسوسة يا حبيبي. قوم يلا أنت من جنبي. هتمشى مع فريحة؟ اقعد يلا أنت جنبي. زين قاعد جنب أشرف. خلو أشرف عامل إيه؟ الحمد لله يا زين يا حبيبي. أنت عامل إيه في الجامعة واللغات دي؟ الحمد لله كله تمام. عايزك تاخد بالك من ريتال في الجامعة وتخلي عينك عليها. هو أنا بعمل حاجة غير كده؟ بتقول إيه يا زين يا ابني؟ طبعا يا خالو ريتال في عينيا ومحدش يقدر يعمل لها حاجة في الجامعة. وده اللي مطمني على بنتي. وأيوة يا حبيبي هي قالت لي إنك بترجع لها على طول وآخر حاجة الأسبانية مش كده؟ طبعا الأسبانية دي صعبة قوي. يا زين يا ابني طول ما أنت جنبها أنا مش قلقان. يوسف قاعد جنب حسام وبيتكلم معاه في أمور مختلفة وبيطمن على زياد من خلاله. فهد راح قاعد جنب آدم. عمو آدم عامل إيه؟ تعالى يا حبيبي يعني هي جت عليك؟ مش فاهم. قولي بقى عايز إيه؟ حاسس إني مكشوف قوي لأن... فهد حاسس إنه مكشوف قوي لأنه عايز يقرب من آدم أكتر عشان خاطر رينو. أبدا أنا جاي أقعد مع حضرتك شوية. يا سلام. اتفضل يا ابن طارق تعالى. لا خلاص أنا اطمنت على حضرتك. هروح أشوف مالك وفارس. مريم اتغاظت. تضحك على إيه؟ بص يا روحي عليهم كده. مريم بصت كلهم قاعدين جنب بعض. إيه يا حبيبي مش فاهمة؟ ما هو قاعدين كويسين ومبسوطين. بص يا قلبي مراد ابنك لازق في طارق وهيطققه من جنبه عشان خاطر فريحة. أما يوسف قاعد جنب حسام عشان خاطر مريم. وابنك زين لازق في أشرف عشان خاطر بنته ريتال. والواد فهد جاي يقعد جنبي عشان خاطر رينو بنتك. ايه ده يا ادم؟ يعني انت عارف ان فهد تتفضلي هبله لحد امتى؟ انا شغلتي ظابط يعني كان زماني دلوقتي لوا. حبيبتي فهد بيحب رينو وهيفرقع انها بتهزر وتضحك. ومراد هيموت ويتمشى مع فريحه بس عشان الوقت ليل ما ينفعش. اما يوسف بيحب مريم من زمان. كمان زين ابنك بيحب ريتال وخلاها تدخل نفس الكليه معاه. طب ومالك؟ لا مالك لا انا شايف ان في لمعه حب في عينيه ممكن يفرحنا قريب. طب وفارس؟ لا بحس ان في بذره اتزرعت جواه لان تصرفاته النهارده غريبه فاكك شويه. فعلا يا حبيبي انا اول مره اشوفه بيتحرك كده. طب ومليكه؟ لا مليكه مشوارها طويل ولسه ما نعرفش لكن هنعرف بعدين. طب ونور يا ادم؟ نور محمد جه عليهم. ايه يا جماعة عايزين لوحدكم ليه؟ انا بحب اقعد على الارض وتحت الشجرة متعة. محمد جنبهم والقعدة عند الكل كانت عبارة على ترابيزة كبيرة كل واحد ومراته قاعدين عليها جنب بعض وترابيزة تانية للشباب قاعدين جنب بعض وترابيزة تالتة للبنات قاعدين جنب بعض وآدم ومريم ومحمد قاعدين على الارض وكلهم بيضحكوا ويهزروا وكل حبيب عينه على حبيبته. انا عطشانة قوي وشافت الازازة فاضية. هي المايه خلصت؟ لما اقوم اجيب ازازه من جوه. قالت لها نور لا خليك يا رينو انا هقوم اجيب ازازه. حبيبتي والله حاسه بيا شكرا يا نور. نور قامت وسحبت الكرسي ولسه بتلف كان محمد وقف ونادها على نور في وسط كل الموجودين. نور. نور لفت. تتجوزيني؟ الصدمه نزلت على الكل ما عدا ادم. نور واقفه وما استوعبتش. تتجوزيني يا نور؟ مريم اتصدمت وشيرين ومصطفى ومراد اتعدل وفهد وطارق وزين اتصدموا والكل كان في حالة بلاها ورينو اللي كانت فرحانة قوي. محمد اتحرك وراح واقف قدام نور. نوري تتجوزيني؟ ادم ابتسم ومريم بصت لادم وبس مريم من خدها. محمد اتقدم لنور امبارح. واتفق انه هيخطبها النهاردة. مريم عينها دمعت وفرحت قوي. محمد كان ماسك علبة في ايده وطلعها من جيبه أول ما وقف ونزل على ركبه قدام نور وفتح لها العلبة اللي كانت فيها خاتم ودبلة. موافقة تتجوزيني؟ نور بصت لآدم ومريم. مريم هزت راسها بالموافقة والكل كان مدهوش ومبسوط.
موافقة جدا يا محمد. محمد مسك الخاتم وفي نفس الوقت مالك شغل الأضواء اللي كانت على الشجر وكانت إضاءة في منتهى الرومانسية، وكان محمد متفق مع مالك يعمل كل ده. نور شافت الأنوار وفرحت قوي وحطت إيديها على بقها وحست بالسعادة وما كانتش مصدقة. محمد مسك الخاتم ولبس الخاتم لنور. فهد واقف وصفر كتير جدا والكل كان مبسوط وكلهم سقفوا بحرارة. وفرحت رينو كانت أكتر واحدة مبسوطة، حاولت تصغرت على قد ما تقدر لكن سكتت بنظرة تحذيرية من فهد اللي استحلف لها وكأنه بيقول لها انت بتاعتي وما ينفعش تعملي كده. محمد بس ابن نور ووقف مكانه وكان عايز يحضنها لكن كان قلبه بيدق ومتوتر وكمان مش عايز يحرج نور قدام العيلة. نور مسكت الدبلة وحاولت تلبس محمد الدبلة، وقلبهم الاتنين كان في مسابقة مين بيدق اكتر، وطبعا قلب محمد فاز بالمسابقة. وبعدها دادة سنية والبنات طلعوا بصواني شربات اللي كان مالك قايلها عليها، وكمان جاسر وملك اتفاجئوا بالشربات والكل شرب، ودادة سنية زغرطت بفرحة اكتر من مرة. وينو وقفت جنبها وبتتفرج على دادة سنية وهي بتزغرط وعايزة تتعلمها لانها بتزغرط حلو. مالك خد فهد وزين جابوا السماعات من جوه الفيلا وشغلوا ميوزك والكل كان مبسوط. مصطفى قام وراح لابنه وسلم عليه بفرحة. أنا كان نفسي تبقى الخطوبة في الفيلا لكن ملحوقة. شيرين حضنت ابنها، أخيرا يا ابن قلبي. قال له جاسر، وهو هنا إيه وعندك إيه مصطفى باشا؟ إحنا واحد. طبعا يا جاسر، ربنا يديم المحبة. رينو حضنت نور بفرحة وكمان من فرحتها حضنت محمد، ودي كانت كارثة وهتدفع تمنها بعدين من فهد اللي ولع نار. مبروك يا أبي محمد، مبروك يا نور، أنا فرحانة قوي. فريحة جريت على نور وحضنتها، مبروك يا سوسة، لينا قاعدة بعدين، مبروك يا نور. ريتال راحت حضنت عمها محمد، مبروك يا عمو، أنا مبسوطة عشانك قوي، وسلمت على نور، مبروك يا نور، ألف ألف مبروك. مريم الصغيرة راحت سلمت، وبعدها يوسف اللي حضن عمه جامد، ألف مبروك يا عمو، أحلى خبر النهاردة، وسلم وبارك لنور. وفارس جه وسلم وبارك، وأشرف حضن أخوه مش عارف ليه هو دمع، وبارك، وباز جبهة أخوه، أخيرا نفرح بيك، مبروك يا نور يا حبيبتي. وفهد جه وجواه غيظ مكبوت من رينو اللي واقفة جنب نور، لكن سلم على محمد بحب، مبروك يا خالو، ألف ألف مبروك يا نور، ربنا يتمم بخير. وبص رينو بنظرة عقبالك يا أنسة لارين. الكل سلم وبارك، وجي زين بدموع بارك لأخته ومشاعر مختلطة وحضنها، وكمان حضن محمد بحب. جي مراد سلم على محمد الأول وبارك وحضنه، وبعدها بص لتوأمه وسكت. نور هي اللي حضنت مراد، ومراد حضنها حضن أب. مراد حس إن بنته اللي اتخطبت ومشاعر حلوة جواه خرجة من حضنه وباس إيديها بحب، مبروك يا قلبي، الله يبارك فيك يا مراد. الكل سلم وبارك، جات هنا سلمت على محمد وبركت لنور، ورانا وطارق وملك الكل سلم وبارك، فضل مريم وآدم. إيه يا مامي بتعيطي ليه؟ أرجوكي ما تعيطيش، دي دموع الفرح يا قلبي، ألف ألف مبروك، ربنا يديم عليكم الفرحة والسعادة. آدم قرب من محمد، مبروك عليك نور حبيبتي، ألف ألف مبروك، الله يبارك فيك يا بابي. يوسف قام متشجع، بس الكل يسمعني لو سمحتوا. الكل انتبه، وكان محمد ماسك كف نور في كف ايده واقف يسمع. الكل سكت ويوسف كمان سكت. ادينا سكتنا اهو، ما تتكلم يا معلم، عايز تقول ايه؟ انا طبعا ما يرضنيش ان عمي محمد يخطب لوحده، لازم طبعا اسنده واقف جنبه واخطب معاه. اغلب الموجودين مش فاهمين، قصدك ايه يخطب لوحده؟ هو الواحد بيخطب ومعاه حد ولا ايه؟ ما تركز في كلامك، مش عايزين لخبطه، الواحد متلخبط لوحده. مصطفى ضحك على حفيده المتلخبط. يوسف بص لجده مصطفى انه ينقذ الموقف. ابدا، انا هفهمك، يوسف حفيدي عايز هو كمان يخطب. مريم الصغيرة اول ما سمعت قلبها اتحرك من مكانه، مسكت فستانها بايديها وبلعت رقها بصعوبة. يخطب مين؟ اشرف اتحرك جنب ابنه وبص، خالي حسام او صديق الصدوق حسام الجزار. احنا كنا هناخد معاد ونيجي نقابلك، بس انت عارف بقى الموضة في الحب. المهم انا والدي شرفني ويسعدني طبعا اني اطلب ايد بنتنا مريم الجزار ليوسف عزيز ابني. الكل واقف والفرحة شكلها كده هتبقى فرحتين، لكن الكل مترقب يا ترى حسام هيوافق ولا لا. وبعد سكون لثواني كأنها ساعات على يوسف، قال له حسام، ما
وانا مش هلاقي المريم بنتي احسن من حفيدك يا مصطفى باشا، ولو هلاقي احسن من ابنك يا اشرف، ولا هلاقي احسن من ابنك يا اشرف، وانا موافق وربنا يتمم بخير يا رب. يوسف حضن ابوه وحضن جده وباس على ايده كانه مش مصدق، والفرحه واضحه عليه. محمد سرق في اللحظه دي والكل واقف مشغول وبيبارك ليوسف باس على ايد نور وباسها من خدها اللي خلى قلب محمد كان هيوقف من الحب اللي جواه. مبروك يا قلب محمد. ادم قرب من مريم وخرج العلبه القطيفه وكان جواها خاتم ودبله، وكان شاريهم هديه لنور ومحمد، لكن محمد صمم ان اول حاجه هتلبسها نور تبقى من ماله الخاص. حبيبتي مريم كان جواها زعلانه لان ادم خبى عليها. عارف انك زعلانه، لكن انا هشرح لك كل حاجه بعدين. انا كنت جايب الهديه دي لمحمد ونور، لكن هو جاب لها، ودلوقتي يوسف خطب مريم فجاه واكيد مش عامل حسابه. ايه رايك تقدم لهم دي كهديه خطوبتهم؟ مريم ابتسمت عشان بنت اخوها هتفرح اخيرا. فكره كويسه، وخدت العلبه وهتتحرك. يوسف سلم على حسام وهدى وراح وقفوا قدام مريم ولسه هيقول لها ان بكره هيجيب لها الخاتم ويلبسه لها في الجامعه. مريم جت في الوقت المناسب. اتفضل يا عريس. وقدمت العلبه وكان فيها دبله جميله وخاتم تحفه. ايه ده يا عمته؟ حبيبي دي هديه خطوبتك، انا وعمك ادم جبناها لك ومن غير كلام واسئله كتير. مش هجاوبك. وبعدين ايه، مش عايز تثبت ان مريم خطيبتك ولا ايه؟ بس يا عمته ما تخلصنا بقى يا يوسف، خلينا نفرح. مريم الصغيرة عينيها دمعت وحضنت عمتها. شكرا يا عمته. حبيبتي انت بنتي الصغيرة. يلا يا يوسف مبروك يا حبيبي، لبس عروستك الخاتم. وفعلا يوسف خد الخاتم ولبسه لمريم وكان على قدها بالظبط، والدبلة كمان جت مظبوطة على يوسف. الكل بارك وهنا ما عدا مريكة اللي قاعدة جواها حرب، حقد واعصار وحب وعشق وغيرة وغل، كل التفكير المختلط ده كان جواها. الكل بيغني ويرقص وكانت ليلة حلوة وجميلة. مش مهم المكان ولا الزمان، المهم ان هما فرحانين بجد. بتضحك على ايه يا قدر المنيل؟ صح يا طارق، رياكشناتك غريبه، بتضحك ليه؟ تصدق ياد يا ادم يا اخويا ان فيلا الصاوي دي مرزوقه، وان الخطوبه دي فيها تبقى دبل. مش فاهم، مرزوقه ودبل ايه ده؟ اشرف خطب اختك هنا، وفي نفس اليوم انا خطبت رنا، وكان في نفس المكان، سبحان الله. تخيل ما خدتش بالي، انا هغير اسم الصاوي واسميها فيلا العشاء. لا، سميها فيلا يا بخت من وفق راسين في الحلال. ادم للحظه لاحظ ان مراد مش موجود، وراح ودور وشاف ان مراد قاعد تحت شجره بعيده. ادم شاف كده وكان واضح على شكل انه زعلان. ادم راح وقعد جنبه. ايه يا مراد قاعد كده ليه؟ مراد مسح دمعه نازله بسرعه وادم شافها لكن معلقش. قول لي بقى يا عمل الاسود مالك؟ ابدا يا بابا فيش حاجه، انا كويس. مين اللي بيتكلم؟ مراد العدوي المستفز؟ لا مش معقول. قول لي بقى مالك، والدمعه دي سببها ايه؟ ابدا يا بابا، فرحان لاختي نور. والفرحه دي تخليك قاعد هنا وما تشاركهاش فرحتها؟ مش عارف، جالي احساس غريب ان محمد بعد الحب ده كله هياخد الانسانه اللي بيحبها، ونور اخيرا هتكون في امان. لكن جوايا احساس ساعتها ان نور دي مش اختي، كأنه هسلم بنتي لمحمد. ادم مبسوط على حب مراد لاخته. طب ما هي بنتك بجد، مش هي كانت جنبك خطوه بخطوه من اول ما امك حملت فيكم؟ قعدتوا 9 شهور مع بعض لوحدكم، وبعدها طلعتوا للنور وكبرتوا اليوم مع بعض، فمن البديهي هتبقى بنتك واختك وصاحبتك. احساس طبيعي، ربنا يساعدها. بتضحك على ايه يا حاج؟ مش مصدق ان اللي بيتكلم ده مراد ابني المستفز الجبله. حبيبي حاج والله انا بس بحب زولك، ده انت حبيبي برضو، ومهما كان ابويا حبيبي. جيب ورا، لكن وحيات امك ابدا. مصمم يا حاج؟ ان ما انتقمتش منك ما بقاش انا ادم العدوي. طب ممكن نبذه مختصره عن الانتقام او خلفيه صغيره عشان اكون جاهز؟ هتاخد كل الخلفيات بكره. ايه يا حاج البصه دي، وحد الله، دي خطوبه بنتك النهارده. طب يا اخويا قوم بقى افرح وفرح اختك. ادم قام ومد ايده لابنه وقومه من مكانه ومشي قصاد بعض، وراحوا بارك. ومراد رقص مع نور، ورينو بترقص مع نور، وكان فهد كل شويه يدخل يرقص ويوشوشها ويقول لها ان ايامها اللي جايه هتبقى بلاك على راسها، وهددها لو رقص التاني هيولع في الحفله. اما فريحه كانت واقفه مستغربه من مراد لانه قال لها الاسبوع اللي جاي هيطلبها ويلبسها الخادم، وكانت النهارده فرصه انه يعمل زي محمد ويوسف،
لكن قالت يا ترى مراد ما تقدم لهاش ليه. كان جواها زعلانة من مراد لكن فرحانة لمريم ونور، ومراد شايف نظرات فريحة وراح وقف جنبها. ايه يا روحي واقفة هنا ليه؟ عادي كنت بشرب مية. طب تعالي نحتفل بالمناسبة الحلوة دي وعقبالك يا فرحتي. وخدها من ايديها وراحوا يحتفلوا، وفريحة فكت شوية عشان مراد جنبها. مالك سابهم في الاحتفال وراح اتصل على سارة اللي وحشاه. الو ازيك يا قمر؟ انا تمام، انت ازيك عامل ايه؟ انا مش عارف مبسوط ولا زعلان. ازاي بقى؟ ابدا يا سارة مفيش حاجة، اليوم كان طويل ومتعب لكن يوم جميل، كنت بتمنى انك تكوني موجودة معانا. ايه الميوزك دي؟ انت قلت انها حفلة باربيكيو لكن الدنيا بقت ليل وسمع صوت ميوزك، انت الميوزك دي عندك؟ اه يا ستي عندي، اصل النهاردة اتفاجئنا، اخو جوز عمتي هنا طلب ايد نور بنت خالي ادم، وبعدها يوسف ابن عمتي طلب مريم تقرب لجوز عمتي. بصي احنا كده عيلة كلنا نقرب لبعض، واتفاجئنا بالخطوبتين. انا كنت عارف انها هتبقى خطوبة واحدة لاني على علم بيها، دكتور محمد اخو جوز عمتي كلمني واتفق معايا لكل حاجة، وزينت الشجر بالانوار والزينة، وكنا مجهزين السماعات والميوزك، ومحدش كان يعرف، وفعلا كانت مفاجأة جميلة. سارة كانت بتسمع بغيظ ان كل الزينة والانوار والاحتفالات من خير ابوها اللي هم عايشين فيه. سارة رحت فين؟ معاك يا مالك، والف مبروك لقرايبك، وان شاء الله الحفلة اللي جاية اكيد هبقى موجودة، اتمنى ساعتها هكون مبسوط. طيب يا سارة انا قلت اطمن عليكي. وقفلوا الاتنين. مالك مبسوط وسارة محروقة ومتغاظة، وكمان مشتاقة لمالك، حاجات كتير من جواها متلخبطة. مالك رجع للحفلة وشاف مليكة قاعدة مكشرة. افرح يا مليكة، افرح للناس، الناس هتفرح لك يا مليكة. مليكة اتخنقت منه وسابته ومشت ودخلت على الفيلا وطلعت على اوضتها. الكل بيحتفل وكانوا مبهورين ومبسوطين، اليوم عدى عليهم بسرعة وخلاص الكل فاصل وهيبدأوا يروحوا. يوسف راح لحسام. عم حسام ممكن اخد مريم ونخرج شوية؟ حسام بس لهدى مراته. يوسف مع مريم من زمان وهيحافظ عليها. وماله يا حبيبي، خلي بالك من الأمانة يا يوسف. في عيني يا عمي. وخد مريم اللي حاسة انه هيغمى عليها من الفرحة، وفتح لها باب العربية وركبت جنبه، ويوسف ركب وساق هو مبسوط. محمد راح لمريم ومعاه نور اللي مكلبش في ايديها ومش سايبها. مريم حماتي حبيبتي. نعم يا حبيبي، ما تتوسط لنا كده عند آدم اخد نور ونتفسح. مريم شافت الفرحة اخيرا في عيون محمد ورجع يضحك زي زمان. حاضر يا حبيبي. آدم موافق؟ موافق على ايه؟ على ان محمد يخرج مع نور لكن بشرط. شرط ايه؟ هعمل معاك ديل. وافقتي عديل هوافق، ما وافقتيش هعمل فيها حما وهطلع عين ابن اختك. ديل ايه بس؟ ادي يا ستي انك ما تزعليش مني لاني خبيت عليكي. انا خبيت عليكي لان دي رغبة محمد ان محدش يعرف، وخصوصا انتي عشان تبقى مفاجأة حلوة ليكي، وكمان حلفني بيكي، وانا لا يمكن حد يحلفني بروحي ومنفذش، وعشان خاطري ما تزعليش مني. انا مهما كان دومي حبيبك. هفكر. لا ابوس ايدك من غير تفكير، ردي عشان تلحقي تروحي وتنفذي الديل التاني. ديل تاني؟ ايه الديل التاني ده بقى؟ انا هروح اقول لمحمد انك وافقت يخرجوا. وقامت وهي مكسوفة. مريم راحت لمحمد. ادم وافق، شكرا يا مريم، وبسها من خدها وخد نور ومشيوا. طب يا جماعة استأذن انا، وبص لجاسر. شكرا يا جاسر على اليوم الجميل ده، والله انا اللي بشكرك، وياريت نبقى على كده على طول. مراد قرب من ادم ووشوش ابوه في ودنه. انت على طول مستعجل، انا كنت لسه هعمل كده. المهم يا جماعة وكل الحضور ينتبهولي، الاجازة اللي جاية هتكون عندي في البيت. لا يا ادم هتكون عندي انا. بعد اذنك يا عم مصطفى اني هتدخل، احنا تعودنا اول يوم في رمضان هيكون عندك، ورمضان خلاص فاضل عليه اسبوعين، وحضرتك هتعزم العيله كلها اول يوم في رمضان عندك، فلو تسمح ان كلكم تشرفونا الاجازه اللي جايه عند بابا اكون متشكر لحضرتك جدا. ايوه فعلا يا مراد يا ابني، خلاص يا ادم زي ما مراد قال، الاجازه اللي جايه كلنا عندكم، واول يوم في رمضان هيكون عندي زي ما تعودنا. كل سنه وانتم طيبين. طيب تمام، الاجازه اللي جايه هنكون في انتظاركم. شكرا يا ملك يا حبيبتي، النهارده كان يوم جميل. حبيبي أنا اللي بشكرك لأن وجودك بيفرق في أي مكان. مصطفى قام قبل آدم. يلا يا شوشو احنا كمان. سلموا على الكل وودعوهم، وأشرف ودع الكل هو وهنا. جاسر قرب من هنا. حبيبتي يا هنايا. نعم يا حبيبي. جاسر طلع من جيبه علبة قصيفة.
كانت سلسلة جميلة عبارة عن حرف أول حرف من اسم أشرف. هانا فرحت جدا وحضنت أخوها وشكرته قوي. أشرف كمان فرح وشاف إنها هدية مميزة وبتفكير إنه لازم يجيب هدية لأخترنا. زين راح وقف جنب ريتال. روتي: نعم يا زين. عقبالك يا قلبي. مرسي يا بت. قبل ما أبوك يجي بقولك عقبالك تقولي مرسي. ما لأقول إيه يا زين؟ قولي عقبالك أنت كمان يا حبيبي لما تيجي تخطبني. عقبالك لما تيجي تخطبني. وقعت أهم كلمة. هي فين دي؟ زين قرب منها ومسك إيديها وبسها. وقعت كلمة حبيبي. ريتال قولي أنت حبيبي يا زين. إيه يا ريتال؟ أنت بتنتقمي مني ليه؟ ريتال شافت إيديها وسحبتها بسرعة وكانت إيد زين فيها أثار علامات من ضوافرها. يا خبر أنا أسفة، عملت كده غصب عني، أنا أسفة يا زين. أنا ما كنتش عارف إنك هتقسي كده عليا يا روتي، حرام عليكي. سلامتك يا حبيبي، بجد أسفة. خلاص خفت يا قلب زين. معقول خفت بسرعة كده؟ بقولك خفت يا قلب زين. زين بعد شوية لأن كان أشرف وهنا جايين على ريتال. قولي بسرعة قولي. هقول إيه؟ قولي أنت حبيبي يا زين. أبوكي خلاص قرب يا بنت، قولي. ها بابي قرب. انت حبيبي يا زين. وجريت من قدامه وراحت قابلت امها وابوها وكانت متوتره. حسام استاذن هو هدى وشكروا جاسر وملك وخد هدى في العربيه ومشيوا وكانوا مبسوطين. اليوم كان مميز وحسام قال لهدى انهم هيعيدوا ليله زواجهم لان مريم مش موجوده. هو حب يفرح هدى لان من يوم ما سافر زياد هي مش مبسوطه. رنا: نعم يا طارق يا حبيبي. تحب نقوم نروح؟ بقول لك ايه، ما تيجي نروح على شقتنا القديمه. ليه يا قلبي، انت ناسي فيها حاجه؟ ركزي يا بت، تعالي كده نعيد امجاد الماضي ونقضي احلى وقت. صدق انا حاسه اني مشتاقه لك قوي. احبك وانت مركزه، يلا بينا. طب يا جماعه نستاذن احنا. وسلموا على جاسر وملك وودعوا ادم ومريم. فارس اتحرك وفهد قال لفريحه تعالي عشان نروح. مراد قال له سيب فريحه انا هوصلها. ماشي. كان خارج بعد ما سلم على الكل ولما حرين واقفة وراح وقف عندها. لارين: رينو لفت شافت فهد اللي متغاظ والغضب على وشه. نعم يا فهد. بصي لي. بصي يا لارين، اظن كفاية لعب بالاعصاب، واظن ان مشاعري واضحة وصريحة قدامك، وقسما بالله لو اللي حصل ده اتكرر تاني ما عدولك بسهولة. نعم. انت تكلم معايا كده ليه؟ انا اتكلم زي ما انا عايز. ومع ذلك هعرفك انا بتكلم كده ليه. انا بحبك يا لارين. بحبك، سمعتي؟ وانك تسلمي على خالي محمد وكمان تحضنيه، ده انا هخلي ايامك اسود من قرن الخروب. وكمان تزهرتي وترقصي وكل شويه ادخل اخرجك من وسطهم، انا هخلي ايامك شبه شعر راسك يا لارين. وقسما بالله لو اتكلمتي كلمه واحده ولا استفزتيني لاعمل دلوقتي تصرف مش هيعجبك. لارين من طريقة فهد خافت، لكن كبريائها وكمان اعترف بحبه ليها هي في موقف لا يحسد عليه. مش عارفة تعمل ايه. انا حرة واعمل اللي انا عايزاه، وانت مش هتقدر تعمل حاجة. وعايزة بقى اشوف التصرف اللي مش هيعجبني. انت مش كل شوية تهددني، وتفضل بقى عشان مشغولة. فهد وصل لقمة غضبه وقرب منها وباسها من شفايفها لأول مرة، عشان هو كمان حبه لارين ممكن يوصله للجنون. اول تصرف اهو، وبعد كده هيكون في تجاوزات اكتر. وريني بقى هتعملي ايه. وسابها ومشي. انت عملت ايه يا فهد؟ انت بوست رينو كمان لمست شفايفها. ايه اللي انت عملته ده؟ انت ازاي تعمل كده؟ ومشي بسرعه وركب العربيه وطار بيها ومش مصدق. لارين كانت واقفه مصدومه ومتنحه ودموعها نازله من غير عياط، جسمها بيرتعش. فهد بيحبها وقال لها بحبها. فهد بسني؟ فهد اتجرأ وبسني. وفقت على صوت زين اللي بينده عليها عشان يروحوا. وزعلت من فهد واقسمت انها مش هتتكلم معاه تاني. ادم خد مريم ورجله العربيه وزين اتحرك وراه هو ورينو، اللي عامله نفسها هتنام في العربيه لحد ما يوصلوا الفيلا عشان زين سالها مالك، قالت له تعبانه وعايزه انام. ادم مسك ايد مريم في العربيه وبسها. حبيبتي اول ما هتطلعي هتلاقي طقم في الدولاب في علبه لونها احمر، تلبسيه منسوكات عشان اصالحك وهشرح لك كل حاجه. محمد جالي الشركة امتى واتكلم معايا وقال ايه واتفقنا على ايه. حاضر. بحبك بعشقك. مراد خد فريحة وحس انها زعلانة وحاول يتكلم معاها. فرحتي؟ نعم يا مراد. انت
كنت جميلة قوي النهاردة. مرسي يا مراد. امال فين مرادي ولا انا ما بقتش مرادك؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ما تقولش كده، ده انت مرادي وعقلي وروحي. طب لما انا مرادك وعقلك مالك زعلانة ومكشرة ليه؟ مفيش حاجة. مراد شايف ان حتى من كلامها مخنوقة، مسك ايديها وبسها. فريحة انا بتضايق لما بشوفك متضايقة، عايزك على طول مبسوطة. ابدا يا مراد يصدقني انا كويسة. واخيرا مراد وصلها ونزل معاها لجرينة الفيلا بتاعتهم ومستني لما هي تدخل جوه. فريحة حست ان مراد مخنوق وزعلان. مرة واحدة حضنت مراد وقالت له انا بحبك يا مراد، انا بحبك يا مراد، بحبك اكتر من اي حد، اوعى تسيبني في يوم من الايام. فريحة: نعم يا مرادي، كفاية كده عشان هيحصل تجاوزات موت. طارت على الفيلا. هانت يا فرحتي. يوسف خد مريم وقاعدين على النيل، كلمها كتير انه مش مصدق. انا مش مصدق يا مريم، انا بجد حاسس اني بحلم. انا كنت هتقدم لك كمان اسبوعين، لكن شفتي اللي حصل. كل شيء نصيب يا يوسف، وكل حاجة بأمر ربنا. نعم بالله. اجيب لك حمص الشام؟ لا متشكرة. يبقى اجيب لك. جاب لها حمص الشام وقعدوا وكانوا مبسوطين. محمد في العربية بيلف بيها مع نور وايديهم في ايدين بعض ومش عايز يسيب ايد نور من ايده، وكل شوية يبص عليها. انا مش بحلم صح؟ نور تحب نروح فين؟ خلينا في العربية يا محمد نتمشى شوية، انا مش عايز اروح اي مكان، انا عايز اكون انا وانت مع بعض. انت تأمر يا روحي. وجاب لها من العربية بوكس كبير شوية. اتفضلي يا قلبي. ايه البوكس ده؟ ده عشان ايه محمد؟ ايوه يا قلبي محمد، علشانك انت. افتحه؟ لا لما تروحي يا روحي. مع اني مش هصبر بس اوكي. ومرسي قوي يا محمد. لا مرسي على واجب. محمد انا عندي استفسار صغير. عارف يا قلبي؟ عارف ايه؟ عارف انك عايزه تعرفي كل ده حصل ازاي فعلا، ويا ريت تحكيلي. ممكن؟ محمد ركن العربيه. هحكيلك يا نور قلبي. طبعا محمد حكى لنور ان بعد ما وصلها امبارح سابها وراح الشركه لادم، وادم استقبله بترحاب كبير وقعدوا مع بعض. واخيرا محمد اتكلم واتقدم لنور رسمي. وادم ما كانش مصدق ان محمد اخيرا فاق، وطبعا ادم وافق من غير تفكير. محمد قال لادم انه عايز يعمل مفاجاه لنور ويتقدم لها بكره وسط العيله. ادم رفض في الاول لانه كان عايز يعرف راي نور الاول. محمد اكله انها هتوافق. محمد قال له لو سمحت سيبني افرح، وادم وافق. ومحمد اتفق ان الخطوبه تكون بكره وان الفرح تاني يوم العيد، وكل حاجه تمت على خير. محمد حلف ادم ان محدش يعرف خالص وخصوصا مريم، وحلفه بمريم ما يقولش لحد. ادم وعده ان محدش هيعرف. وادم حضن محمد بحب وفرحه كبيره. محمد بعدها نزل من الشركه وراح فيلا عزيز عند ابوه مصطفى وشيرين وعرفهم، لكن مش كل حاجه، وما عرفهمش ان الخطوبه بكره علشان ما يعرفوش مريم ونور لانه عايز يعمل مفاجاه لنور. وبعدها خرج وروح على شقته وخد شاور وخرج وصلى وشكر ربنا وفضل يسجد كتير، واتصل على نور واتكلم معاها، وبعد كده نام بعمق لانه كان مبسوط وفرحان واخيرا قلبه ارتاح. وحكى لها الصبح محمد صحي وخد شاور وخد طقم ليه وكل حاجته عشان هيلبس في المستشفى قبل ما يروح لجاسر، ونزل واشترى الفستان لنور وزبطه ولفه في علبة جميلة، واتصل على سواق مصطفى عزيز يستلم الفستان ويوصله لإيد الأنسة لارين العدوي. اتصل على لارين واتفق معاها تاخد الفستان ومحدش يشوفها وتوصله لنور. وأول ما توصله لنور تتصل عليه تعرفه، وفعلا تمت المهمة. وبعدها وانا في الطريق اتصلت على مالك انه يجهز كل حاجة ويزين الشجر بالأنوار والزينة وكمان الشربات ومن غير ما حد يعرف، وفعلا تمت المهمة. ومالك جهز كل حاجة، وبعدها كلمتك على التليفون، وبعد ما قفلت معاكي طلعت على محل مجوهرات واشتريت الخاتم والبدلة، العلبة دي اللي كانت في جيب البنطلون، وانتي قلتي هاتها عشان ما تقعش منك، انا شلتها في مكان امين ورجعتلك بالمحفظة. وطلعت على المستشفى وعملت كام كشف كده ولبست الطقم ده وجيت على الحفلة. بس يا ستي هو ده كل اللي حصل. محمد حكى كل ده وهو ماسك ايديها. انا مبسوطة قوي يا محمد. حبيبتي مش اكتر مني، ربنا ما يحرمني منك. يعني انت مش شايف ان شهر بس على جوازنا فترة صغيرة؟ ليه يا نور؟ لسه هنتعرف على بعض ولا صغيرة ولا حاجة؟ لا ما اقصدش، لكن كل حاجة جت بسرعة. انت مش قلتي سيب كل حاجة على ترتيب ربنا؟ اهو ربنا بقى عايزنا نتجوز في العيد، هو في احلى من كده؟ لا مفيش. مبروك عليا يا محمد. انا اللي مبروك عليا نور حياتي.
وبعدها اتحرك عشان يوصل نور قبل ما الوقت يتأخر. يوسف وصل مريم لحد باب الشقة واتطمن عليها لحد ما فتحت شباك اوضتها وشاورت له، وهو شاور لها وركب العربية وروح. فهد وصل الفيلا ودخل من غير ما يتكلم مع فارس، ودخل مخنوق وبيعلى في هدومه قبل ما يدخل الحمام. دخل ياخد شاور وهو تحت الدش، فكر كتير في انه بس رينو وخايف من رد فعلها. هو شايف انه مستعجل لكن هي نرفزته. كان مضايق جدا لكن كل ما يغمض عينيه يفتكر وهو بيبوسها ويحس لمستها، حس بشعور غريب وبعدها يرجع للقلق من تاني. اخيرا خلص الشاور ولبس وخرج وقف في البلكونه وسرحان في لارين وقد ايه كانت قمر النهارده، وافتكر عيونها في الشمس وكمان شفايفها وهي بتتكلم وغضودها الحمراء. بحبك قوي يا رينو، والله انت اللي نرفزتيني. ادم ومريم وصلوا اخيرا وزين دخل بعدهم هو ورينو. الكل مستغرب هدوء وزعل رينو. حبيبتي نوتيلتي مالها؟ رينو حست انها ارتكبت غلطه في حق ربنا وكمان ابوها وامها. ابدا يا بابي انا كويسه، لكن اليوم كان طويل ومرهق، انا هطلع اخد شاور وانام. هتنامي؟ مش هتستني اختك نور؟ انا اتصلت على محمد وهو جايبها على الطريق زمانها على الوصول. اوكي بابي لتشوف. حبيبتي انا مش بجبرك، انا بس كنت شايفك مبسوطه وفرحانه ومتحمسه. لا وايه، بنتي طلعت بتزغرط صح يا رينو؟ اتعلمتيها فين دي؟ كانت حلوه؟ ايوه طبعا. هي رينو بنتي تعمل حاجه وحشه؟ طبعا اذنكم انا هطلع اخد شاور وهستنى نور. رينو طلعت قبل ما حد يرد ودموعها نزلت غصب عنها لان ثقه اهلها فيها كبيره. الله البت دي مالها؟ والله ما انا عارفه، شكلها متضايقه من حاجه، انا هطلع لها. قال لها زين؟ قال لهم زين؟ ملهاش يا جماعه، هي كانت بتنام فعلا في العربيه، ممكن لان اليوم كان طويل ومتعب. طب يا زين يا حبيبي انا هطلع اصلي وانت استنى هنا لحد ما تطمن على نور. من عناية يا امي. تسلم لي عيونك يا حبيبي، تصبح على خير، وانت من اهل الخير يا امي. يلا يا ادم، ادم يلا نطلع. ها يلا حبيبتي، تصبح على خير يا زين، وانت بخير يا بابا. ادم ومريم طلعوا اوضتهم وقالت لادم اطمن على مراد وشوفوا فين. مريم دخلت تاخد شاور وادم قاعد على السرير وبيفكر يا ترى رينو تعبانه فعلا ومرهقه. هي تعبت النهارده، اليوم من اوله لاخره كانت بتتحرك فيه، اكيد هي مرهقه. واتصل على مراد يطمن عليه ويشوفه وصل ولا لسه. مراد قال له ان في جنينه الفيلا تحت، وقام وكانت مريم خرجت وهتصلي وهو دخل اخد شاور وخرج. مريم كانت طلعت العلبه الحمراء وكان فيها طقم رقيق جدا لكن برضه لا تعليق عليه. اتحرجت جدا لكن لبسته الادم اللي مشتاق لمريم اللي كانت بعيده عنه كام يوم، واول ما شافها قام واستقبلها. سبحان المبدع، قمة في الجمال يا مريومتي. مراد وصل وقعد في الجنينة وسرحان في انه بس فريحة وانه ازاي عمل كده، هو فعلا ما كانش حاسس، هو كان مشتاق لها هي برضو. حب 18 سنة وعلى طول معاها، لكن اول مرة يحس بالاشتياق واللمسة دي، وفكر كتير يا ترى فريحة دلوقتي هتفكر فيه ازاي. ادم اتصل عليه ومراد طمنه انه موجود في جنينة الفيلا. محمد وصل نور لحد باب الفيلا وسلم عليها لان زين واقف كان مستنيها، وسلم على زين ورجع على العربية مبسوط وركب العربية وساق وهو كله طاقة إيجابية وانبساط. نور دخلت الفيلا مبسوطة وشايلة البوكس. يا زيدي يا زيدي، إيه البوكس الجميل ده؟ ده محمد جابهولي يا زين. جميل جدا. طب يا قلبي ألف مبروك وحمد لله على السلامة، أنا طالع أنام، تصبح على خير. الله يبارك فيك وإنت من أهله. زين طلع ينام ونور لسه هتتحرك لمحت مراد داخل الفيلا. مراد أنت لسه جاي؟ لا يا حبيبتي أنا كنت في الجنينة. ايه ده عباره عن ايه؟ ده بوكس عباره عن صندوق كبير وجواه هدايا. هدايا عباره عن ايه يعني؟ يعني الواحد يجيب هديه لخطيبته ويغلفها كويس ويحطها في قلب البوكس ده مع شويه روشانه كده. ماشي يا حبيبتي، المهم انك مبسوطه. مبسوطه قوي يا مراد، وده اللي احنا عايزينه. طيب انا هطلع بقى عشان اروح لرينو وهي تلاقيها مستنياني. ماشي يا قلبي اطلعي. انت مش هتطلع؟ لا انا هعمل قهوه، عندي صداع. سلامتك. طب اعملها لك انا؟ ده يا حبيبتي انا هعملها مع نفسي، روح اطلع انت لرينو. طيب تصبح على خير وانت بخير. طارق في شقته القديمه مع رنا، وانه دايما معاه نسخه بالمفتاح في المحفظه والنسخه الثانيه في الفيلا. خلاصي بقى يا رنا، مش كل ده ام شاور يعني. ايه يا حبيبي انت على طول مستعجل؟ كانت خارجه بالفوطه. طارق تنح لكنه انتبه. انا عايز اعرف هي ام الشقه دي الشاور فيها بيبقى عليه عسل؟ لا يا قلبي عليه سكر. وبعدين ما كملتش 10 دقايق انت اللي هتقوم متسربع. ماشي يا ست كتكوته، انا على ما ادخل اخد شاور تكون انت لبست القميص ده. رنا اتكسفت. يا سكر 21 سنه جوازه وبتتكسفي يا بيضه؟
بموت في رومانستك يا طارق. أي خدمة، ثواني جايلك يا قمر. طارق دخل أخد شاور، مجنون رسمي. قعدت على السرير ومسرت إنها نامت واستغطت. طارق خد الشاور وخرج وبيغني ومنشكح. شاف رنا نايمة على السرير ومغمضة عنيها. هي ليلة باينة من أولها، أنا عارف هو مين اللي بيلعب كورة، أنا ولا هي؟ وقرب منها. رنا يا رنا، عليا النعمة الشقة دي منظورة ومنحوسة، أنا إيه اللي خلاني أجي على هنا؟ رنا قوم يا بت. وشد الغطا وكانت لابسه القميص. صلاة النبي أحسن، فقولي كده ما ينفعش. هي فتحت عينيها وما قدرتش تكمل تمثيل واستجابت مع طارق ودخلت جنة طارق. حبيبتي هنايا، تعرفي انك وحشاني قوي، وانت كمان يا قلبي. طب ايه، مش هتشجعيني؟ اشجعك على ايه حبيبي؟ على ده. وقرب منها وبسها. اشرف قلبه انا بحبك، اشرف قلبه انا بحبك، كفاية تشجيع. وقرب منها وبدلها الحب. يا جاسر، اما كان حتة يوم جميل قوي. فعلا يا ملك، كان يوم مميز وجميل. كل ده حصل بفضلك انتي وبفضل فكرتك. حبيبي كل ده حصل بفضل تعبك ومجهودك. حبيبتي تحت امرك، المهم شوفك مبسوطة. تسلم يا قلبي. اطمنتي على مليكة ومالك؟ ايوة حبيبي، دخلت على مليكة واتكلمت معاها شوية وقالت انها هتنام، ومالك قال لي انه هيتصل بحد وينام على طول. طب تعالي في حضني، انتي وحشاني قوي. تعرف ان الفرح حلوة قوي يا جاسر؟ طبعا، وربنا يديم علينا الفرحة يا ملاكي. انتي وحشاني قوي يا ملك، وانت كمان وحشتني. نور طلعت اوضتها وخدت شاور واطمنت على محمد انه وصل، وقال لها ياخد شاور ويكلمها. نور خرجت من الاوضه وراحت لرينو علشان يفتحوا البوكس مع بعض. خبطت عليها ما ردتش ودخلت. رينو انت فين؟ رينو مش موجود على السرير ولا في الاوضه. خبطت على الحمام، سمعت صوت ميه في الحمام. رينو انت كويسه؟ رينو كحت عشان تعرف نور انها كويسه. طب انا هستناكي في اوضتي عشان في هديه نفتحها مع بعض. نور خرجت وقفلت الباب. رينو قفلت الميه وفتحت باب الحمام لانها ما كانتش بتاخد شاور. هي كانت قاعده على السرير بتعيط، ولما سمعت نور بتخبط دخلت تجري على الحمام وشغلت الميه علشان نور ما تلاحظش ان رينو معيطه. رينو خرجت من الحمام وقفلت باب الاوضه عليها بالمفتاح ورجعت قعدت على السرير وعيطت، لانها مش مصدقه انها في السن ده حد يقرب منها ويبوسها، وكمان قريبها وحبيبها. رينو كمان شافت انه كده عملت حاجه كبيره وحرام وغلط، وكمان عيلتها بتثق فيها وانها استحاله تعمل حاجه غلط. في اللحظه دي كرهت فهد واقسمت انها هتتغير معاه وتتجنبه تماما. بعد فتره نور رنت على رينو عشان اتاخرت عليها. رينو قامت وغسلت وشها وصلحت وشها شويه ميك اب لانه كان احمر جدا ومش عايزه حد يلاحظ، وخرجت وراحت لنور. تعالي شوفي محمد جاب لي ايه. رينو واخدة طبع مريم انها الداري اللي جواها ببراعة. الله جميلة قوي يا نور، تعالي بقى نفتح البوكس، يلا بينا بدأي. هتصوريني؟ طبعا، هاتي تليفونك. وفتحت تليفون نور وبدأت تصور. يلا ابدأي. نور بدأت تفتح الشريط اللي على البوكس، واول ما شالت غطى البوكس بالون هيليوم طلع منه وطار ومكتوب عليه بحبك يا نوري. رينو صورت البالون وهو بيطير، وبعدها نور مدت ايديها في البوكس طلعت منه شوكليت كتير انواع مختلفه، وطلعت علبه وفتحتها وشافت فيها سلسله مكتوب فيها اسم نور بالانجليزي، وبعدها طلعت علبه تانيه وكان فيها اسوره جميله، وبعدها مدت ايديها وكان فيها البوم صور لنور من سن يوم لحد 21 سنه، ومكتوب على غلاف الالبوم عشقتها منذ نعومه اظافرها. وكان في الالبوم بيحكي تفاصيل حياه نور مع محمد، ومحمد حب نور تشاركه السر ده. وبعدها طلعت موج كبير وكان عليه صورة نور وهي سن 6 سنين، وكمان صورة ليها وهي في الكلية، وكان جميل جدا، وكارت مكتوب عليه قدري انتي، انتي دولة عشقي. رينو كانت مبسوطة لفرحة اختها اللي هتصير من الفرحة قدامها. نور مع كل هدية تدي رياكشن معين، وكل هدية اجمل من التانية. عجبها الكارت قوي وعجبتها الجملة اللي مكتوب عليها، واكتر حاجه عجبتها البوم الصور، وكمان عنوان الغلاف عجبها جدا جدا وحست انها مميزه. خلصوا تصوير وكان بجد هديه جميله. بعد شويه من الانبهار نور قعدت جنب اختها ونامت على رجليها. تعرفي يا رينو انا فرحانه قوي، الحب حلو قوي يا رينو. تعرفي يا رينو انا فرحانه قوي، بجد مشاعر جميله، الحب حلو قوي يا رينو. طبعا الحب جميل جدا، مش شايفه بابي ومامي الحب محلي حياتهم ازاي،
وكمان أبي محمد بيحبك من زمان قوي. أنت كنت عارفة أن محمد بيحبني يا رينو؟ كلنا كنا عارفين يا نور، مفيش حد بيعمل كده غير مع الإنسان اللي بيحبه. أنا فوقت متأخر، تعرفي أن محمد راح تقدم لي امبارح من بابي واتفقوا أن فرحي تاني يوم العيد؟ هتوحشيني قوي يا نور. أنت هتعيطي من دلوقتي يا رينو؟ ما أنت هتسيبيني وتمشي يا نور. حبيبتي أنا كل يوم حاجيلكم، أنا مقدرش أبعد عن بابي ومامي ولا عنكم. بس تعرفي أنا محظوظة بمحمد، في حد بيحب حد من 21 سنة؟ أنا مستغربة، أنا بجد حاسة أني بحلم. ما تستغربيش، أبي محمد حبك وسن الحب وكبر جواه. فعلا حب محمد كبير وكل تصرفاته معايا بتدل على الحب، زي فهد كده. فهد مين ده؟ فهد ده ابن خالتي مش أكتر. نور استغربت من رد فعل أختها، ولسه هتتكلم تليفون نور رن وكان محمد. اتفضلي أبي محمد بيتصل، خدي كلميه وأنا هقوم أنام. نور كانت مستغربة أختها، طب خدي شوكلت، لا ماليش نفس، تصبح على خير، وسابتها وخرجت. ألو، كل ده كنتش هتردي إمتى؟ سوري كانت رينو معايا ولسه خارجة. طب قلبي عامل إيه؟ قلبك مبسوط قوي. فعلا أنت مبسوطة قوي؟ البوكس يجنن يا محمد، والله أنا اللي هتجنن. بعد الشر عليك من الجنان، وحشتيني يا نوري. اتكلموا كتير ونور بعتت له الفيديو اللي رينو صورته، وشاف السعادة على وش نور، وكمان شاف شعر نور اللي متصورة بيه في الفيديو، وشاف شعرها من غير حجاب، وقلبه كان هيتجنن لأنه شايف آية من الجمال. اتفرج عليه بحب. نور شكرت محمد على الهدايا الجميلة وسألها ايه أكتر هدية عجبتها. قالت له ان كلهم يجننوا، لكن الألبوم عجبها جدا، وخصوصا عنوان الغلاف، وان دي رابع هدية جميلة النهاردة. محمد سألها ايه رابع؟ ازاي مش فاهم، فهميني. اول هدية ان انت جبتلي فستان تحفة، تاني هدية اني شفتك اول ما دخلت فيلا الصاوي، تالت هدية انك اتقدمتلي وخطبتني، رابع هدية هي البوكس. محمد كان مبسوط وبيحب يسمعها، واتكلموا كتير لحد ما نور نامت وهي بتتكلم معاها تليفون. بعدها محمد قفل وباس التليفون ونام وهو مبسوط. فرحة قاعدة في اوضتها متنحة وسرحانة في لمسة مراد، مش عارفة تاخد قرار تزعل ولا تفرح، جواها محتارة، خايفة تزعل مراد يتضايق، وكمان مراد ما اتصلش ليه لحد الوقت زي كل يوم، وحاولت تنام لكن مش عارفة تنام. مريم في حضن آدم حكى لها كل حاجة حصلت من محمد، وإن فرح بنتها تاني يوم العيد. مريم بكت في حضنه إن كل حاجة هتتم بسرعة ونور هتمشي من البيت. آدم طمنها إن نور مش هتبعد عنهم، وكل ما تحب تشوف بنتها هيبعت يجيبها أو مريم تروح في أي وقت، وإن محمد مش هيمنع نور عن أهلها. مراد شرب القهوة وطلع أوضته سرحان في لمسة شفايف فريحة، واتحرج إنه يتصل عليها لأنه مكسوف من نفسه لأنه عمل كده غصب عنه. مسك تليفونه، كل ما يجيب رقمها عشان يتصل ما يتصلش، ساب التليفون وحطه على الكومودينو، وفضل سرحانه بيفكر لحد ما النهار طلع واخيرا استسلم ونام. كده الكل نام، في اللي نام في حضن حبيبه مبسوط، وفي اللي نام بيحلم بحبيبه امتى هيكون في حضنه، وفي اللي نام مبسوط وبيعد الساعات عشان النهار يطلع ويشوف حبيبته، وفي اللي نام مخنوق وزعلان، وفي اللي نام وخد القرار بالفراق والتغيير للافضل. وها قد جاء الصباح، تاني يوم جاسر في الشركة، ومالك جاب سارة عشان تقابل جاسر. تعالي يا سارة مكتب بابا هنا. بصراحة يا مالك أنا خايفة، لا باباك يرفض يشغلني. سارة انت في كلية تجارة، وكمان قلتي انك واخدة كورسات في الألماني والفرنسي والإنجليزي، يعني مؤهلات حلوة، ولسه هتكملي ما تقلقيش. أنا شرحت لبابا كل حاجة، وكمان عايز أفرحك وعندي ليكي خبر حلو. خير يا مالك؟ السكرتير اللي كان موجود هنا قرر انه ياخد مراته ويسافروا يعيشوا برا مصر، وكنا لسه هننزل اعلان ان شركة الصاوي هتحتاج لسكرتيرة، فانا طلبت من بابا انك تشتغل السكرتيرة في مكتب بابا وتاخدي دورة تدريبية مع السكرتيرة اللي موجودة لحد ما تسافر، تكون انت خدتي خلفية عن نظام الشغل والشركة وكسبتي خبرة. ده خبر يجنن، دي ماما هتفرح قوي، قصدي انها هتفرح لي اني اشتغلت في مكان مرموق زي ده. شكرا يا مالك. متشكرنيش يا سارة، واتفضلي لان معادك جه. سارة دخلت وما كانتش لسه شافت جاسر. جاسر رفع راسه وشاف مالك بس. اهلا يا مالك، تعالى يا حبيبي، بابا قدم لك الانسه ساره صلاح. جاسر بيبص عشان يشوف ساره، هي فين يا مالك؟ ساره اتحركت وجاسر شافها، واول ما شافها مش عارف، حاسس انها مألوفه بالنسبه له. تعالي يا انسه ساره. ساره اتحركت مع مالك وشافت قدامها راجل وقور مش باين عليه ان والد مالك، يا دوبك كام شعره بيضه،
وشكله مش شراني ابدا. صباح الخير حضرتك. صباح الخير يا انسه ساره. تعالي اتفضلي عودي. تعالي عودي استريحي يا ساره. طبعا جاسر شاف اهتمام مالك وتاكد انه بيحب ساره لانه مالوش سيره مع جاسر غير ساره. ساره قعدت قدامه على كرسي المكتب. متشكره جدا. ها تحبي تشربي ايه؟ لا مرسي جدا وبجد بشكر حضرتك لانك وافقت اني اخد من وقت حضرتك. ما تقوليش كده وبعدين انا عايز اعتذر لك. تعتذر لي ليه حضرتك؟ لان مالك ابني خبطك بالعربيه. صدقيني مالك ما يقصدش، وبعدين سواقته هاديه جدا وده قدر ومكتوب، فانا بعتذر نيابه عن ابني. لا ما فيش حاجه، حصل خير. المهم انت كويسه دلوقتي؟ الحمد لله، شكرا لحضرتك. شوفي يا انسه ساره، مالك قالي على كل حاجه، ممكن لو سمحتي اشوف السي في؟ ايوه طبعا، اتفضل حضرتك. السي في بتاعي معايا 3 لغات، فرنساوي والماني وانجليزي. ما شاء الله جميل جدا. شاف السي في بتاعها وشاف الاسم والتاريخ وكل حاجه. تمام يا ساره، درجاتك تشرف. واظن كده مالك قالك هتشتغلي ايه في الشركه؟ ايوه الاستاذ مالك قالي. متشكره جدا يا جاسر بيه. انا المتشكر، ومن حسن حظي انك هتشتغلي معانا. وشوف انت حابه تستلمي شغلك من امتى؟ من دلوقتي لو تحب. ممتاز، انا بحب الانسان الطموح. ثواني. اتصل على حامد السكرتير ودخل. اوامرك يا جاسر باشا، الاستاذه ساره هتفضل معاك وهتكون معاك في السكرتاريه، وهتعلمها كل حاجه لانها هتستلم المكتب والشغل بعد منك. تحت امرك يا فندم. وخلي بالك منها ومش عايز حد يضايقها، الانسه ساره زي بنتي، فاهم؟ ما تقلقش حضرتك. اتفضلي حضرتك. مالك كان فرحان ومبسوط عشان ساره هتبقى مبسوطه. ساره قامت متلخبطه من جاسر الشرير اللي قدامها، وانه مفيش في عيونه ولا كلمه شر، وانه مفيش في عيونه اي شر، ومن اول مقابله احترمها جدا واعتبرها زي بنته. المكتب هادي وجميل. كانت ماشيه متلخبطه والسكرتير اتحرك وهي راحت تبتدي شغل. طيبه ساره دي يا مالك. قوي يا بابا، طيبه قوي. طيب يا سيدي، ان شاء الله تثبت كفاءتها. ما تقلقش يا بابا، ان شاء الله هتثبت كفاءتها وبجداره. ما تضحكيني معاكي يا سوزي. فرصه وجت من طبق من ذهب. خلاص يا سوزي وقولي. ساره، ساره يا ابتسام، ها شغلوها؟ شغلوها طبعا. مش بس كده، دي جاسر شغلها السكرتيره الخاصه. خبر يفرح بصحيح. انت كلمتيها؟ امال عرفت ازاي يعني؟ انا اتصلت على ساره وقالت لي انها استلمت شغلها وهتكون سكرتيره جاسر الخاصه، وهي حاليا تحت التدريب. تليفون سوزي. انا هدخل اغير هدومي عشان خارجه. ودخلت وابتسام ابتسمت بسخريه. الو حبيبي، وحشتني قوي. قال لها توفيق. وانتي وحشتني اكتر. وحشتك؟ كنت مختفي ليه الايام اللي فاتت، كان ورايا شغل مهم وكان في شويه حوارات كده ما حبيتش اشغلك بيها. المهم هتجيلي على الشقه، انا ربع ساعه واكون هناك. طبعا، انت وحشتني قوي. انا كنت قلت خلاص توفيق نسيني وسابني. انتي بتقولي ايه؟ ده انتي اللي نسيتيني هروب مراتي بعد ما سابتني. ده انت اللي في الشمال. حبيبي انت ما تحرمش منك يا قلبي. طب يلا بقى، انا في طريق العشنة وانا هحصلك يا قلبي. ادم صحي ولبس وقال لمريم تسبقه على تحت وهو هيحصلها، وهي استغربت. قال لها هعمل مكالمة ونزل. ادم خرج من اوضته وراح على اوضه مراد وفتح الباب، شافه نايم بعمق. وحيات امك لربيك. ومسك تليفون مراد من على الكومودينو وقفله خالص وسابه وخرج ودخل اوضته تاني واتصل على فريحة. الو، صباح الخير يا عمو. صباح الخير يا روح عمو، عاملة ايه؟ الحمد لله يا عمو بخير. طب يا حبيبتي اديني بقى مراد اكلمه، لان اتصلت عليه دلوقتي وكان جنبه صوت بنات كتير، ولسه بسأله وبقوله ايه صوت البنات دي يا مراد؟ قال لي انا في الجامعة مع فريحة وتليفونه شكله فصل او هو قفل والله اعلم، هاتيه عشان عايزه في حاجة مهمة. فريحة كانت مستغربة لانها لسه في طريقها للجامعة. ايه يا فريحة حبيبتي اديني مراد. انت متأكد يا عمو انه مراد؟ بس يبقى تلاقيه لسه زعلان مني عشان ضربته كتير وانا بلعب كره امبارح، بس انا كنت بهزر معاه. خلاص مش مهم، المهم انه معاكي. وبعدين ما تحاوليش تخلي صحابك البنات قريبين منه. غيري عليه يا حبيبتي عشان ما حدش يخطفه منك، مع اني واثق انه ولا مليون بنت تاخد مراد منك. مراد بيحبك اكتر من نفسه، بس الغيره مطلوبه. ده كان البنات كانت هتنط من التليفون عندي وانا بكلمه وكنت هزعق له، لكن اطمنت لما قال لي انه معاكي. بصي يا قلبي انا هقفل عشان ورايا اجتماع مهم.
أدم قفل وابتسم بخبز. يعني عليك يا فريحة، يعني عليك يا مراد، سامحني يا رب. وابتسم وخرج ونزل وفطر، وقال لمريم إن مراد كاتب ورق وقال محدش يصحيني، وراح على الشركة. كل الوقت ده فريحة هتتجنن وتتصل على مراد مرة واتنين وعشرة وتليفونه مقفول، وتفتح واتس وتبعت رسائل وتفتح ماسنجر وهتتجنن، وكل الشياطين قاعدين معاها بيصوروا لها إن مراد بعد ما بسها امبارح سابها واتجه للبنات. قالت فريحة ده نقتلك يا مراد، يا نهار اسود، مراد فين؟ مراد مع مين؟ ومن البنات دي؟ أنا هموت من الغيظ. فريحة شاطت واستحلفت لمراد اللي نايم يا عيني وأبوه بينتقم منه. رينو في المدرسة ومخنوقة لأن رودي مش موجودة علشان العملية ولسه تعبانة وعايزة تروح لها بعد المدرسة، لكن مش هينفع تروح لوحدها. اليوم عد عليها بملل وخرجت أخيرا من المدرسة. اتصلت على آدم وما ردش، وزين رد عليها قال لها إنه مع بابا في اجتماع مهم. اتصلت على مراد مغلق، اتصلت على مريم. ألو؟ أيوة مامي. أيوة رينو حبيبتي خلصتي؟ أيوة مامي. مامي كنت عايزة أروح لرودي أزورها في البيت، واتصلت على بابي مشغول في اجتماع، وأبي زين قال لي إنه في اجتماع مع بابي، وأبي مراد تليفونه مقفول. أيوة حبيبتي، أبوكي وزين في الشغل من بدري، وقال لي معاه اجتماع عشان هيحددوا استلام الشحنة. مراد أخوكي نايم، شكله كان سهران طول الليل وكاتب على ورقة محدش صحيه. طب والعمل يا مامي؟ رودي عاملة عملية ومشفتهاش بقالي يومين. طب بصي فهد معايا، هو لسه جاي من شوية، هقول له يجيلك يوصلك. فهد أول ما صحي راح على الكلية حضر تدريب، وجي على بيت رينو علشان يعتذر لها وما لقاهاش. ودلوقتي فرح لما سمع مريم وقال إن دي فرصة أعتذر لرينو وفهمها موقفي. فهد مامي أنا مش هروح لروزي خلاص، أنا هستنى الباص زمان على وصول، هركب وهرجع على البيت. بس يا بنتي أنت عايزة تشوفي صاحبتك، وخصوصا إنها يا قلبي يتيمة وإخواتها مسافرين برا مصر وباباها أكيد في شغله، يعني يا قلبي تلاقيها لوحدها. فهد خد التليفون من مريم. أيوة يا رينو خليكي عندك، أنا ثواني واجيلك، وساب التليفون لمريم وبيشي بسرعة. بس يا مامي أنا ما كنتش عايزة فهد يوصلني. ما تخافيش أكيد مش هيضرب حد تاني. مريم فاهمة أن رينو خايفة أن فهد يضرب حد. بص يا رينو خدي حاجة لصاحبتك وانت داخلة، وطمنيني أول ما توصلي على تليفونات. ماشي حبيبتي؟ حاضر يا مامي. أنت عارفة عنوانها؟ لا مش فاكراها، لكن هاخده من رودي. ماشي يا قلب ماما، وبعثيلي عنوانها في رسالة زيادة اطمئنان. حاضر يا مامي. قفلت رينو وقفت تستنى فهد وكانت متعصبة جدا. فريحة كل الوقت ده اللي عدى بتتصل على مراد، وخلاص وصلت لقمة غضبها، ومن غضبها راحت عند الكلية بتاعته، لكن صعب جدا انها تدخل الكلية الحربية. رجعت تاني وكانت شيطة، اتصلت على فهد الصبح وقال لها انه في تدريب، وصعب دلوقتي يعرف مراد فين، قدامه ساعة ويخلص. وبعدها فترة اتصلت على فهد تاني واكدت لها ان مراد ما جاش النهاردة، وهي كانت هتنفجر واقسمت انها تقتل مراد على الخيانة دي، وكل الطرق في وشها اتقفلت، مش عارفة توصل لمراد اللي بياكل رز مع الملايكة في قطه. ادم في الشركة وقعد في اجتماع مهم جدا وجواه مبسوط وبتخيل ابنه هو بيحاول يثبت براءته الفريحة، وهو عارف انها ممكن تقلب جد مع مراد وفريحة، لكن مراد خلى آدم يشيط ويجيب آخره، وإحساس الغيرة بشع، يا على المتعة ولسه يا ابن العدوي. فهد كان سايق وطاير بالعربية وأخيرا وصل عند رينو. رينو كان جواها مكسوف وكان جواها كره وغل لأنها شايفة أن فهد استغلها. فهد راح وقف قدام رينو. رينو ثابته وهو لسه بيتكلم. راحت فتحت باب العربية وركبت وبصت قدامها وبعد عن المدرسة بمسافة كبيرة. وبعدها رينو لو سمحتي ممكن نتكلم؟ رينو لو سمحتي أنا عايز أتكلم معاكي واشرح لك. لو سمحت أنت هتوصلني عند صاحبتي ولا أنزل أخد تاكس؟ أيوة يا رودي أنا معايا واحد قريبنا من بعيد وجاي يوصلني. لو سمحتي أنا هفتح السبيكر وقولي العنوان بالظبط عشان يعرف العنوان. وفعلا رينو فتحت السبيكر ومدت إيديها بالتليفون قدام فهد، ورودي قالت العنوان بالتفصيل وبعدها قفلت. رينو لو سمحتي بلاش تعمليني كده، أنا عايز أعتذر لك على اللي حصل. رينو افتكرت لما فهد قرب عليها وبسها بكل قوته اتغاظت اكتر وكرهته وكرهت نفسها. لو سمحت يا فهد انت مصمم انك تتكلم وانا مش حابه اسمعك، لكن انا اللي هتكلم. انا عايز اقولك انك استغلتني وصدمتي فيك كبيره، وانك من النهارده تنسى واحده اسمها لارين العدوي، والمعامله بينا هتبقى في حدود القرابه وبس، وبحذرك تقرب مني او تتدخل في حياتي يا فهد. عايز اقولك ان اعترافك بحبك ليا
تبل وتشرب ميته. اللي بيحب حد بيحافظ عليه مش يهينه بالطريقة دي، ويستغل انشغال أبوها وأخواتها الرجالة وأمها ويعمل كده. ونعمل رجولة يا فهد، انت خونت عيلتي يا فهد، ويريد تبعد عني، أنا بكرهك يا فهد. فهد اتصدم وحسب وجع في قلبه، ما استحملش الإهانة وتحرك من غير ما يتكلم ولا كلمة. طرب العربية وفي أقل من 5 دقايق وصلها. اتفضل انت، أنا هخلي أي حد يوصلني أو إخواتي الرجالة. ها؟ الرجالة هتوصلني، واسمي بعد كده الأنسة لارين. ودخلت العمارة وما بصتش وراها. وبعد ما مشي رينو قعدت على السلم وعيطت لأنها أهانت فهد في رجولته. هي عارفة أنه راجل ويقدر يدافع عنها ويضرب أي حد يقرب لها، لكن ما كانتش تتوقع أنه يعمل كده معاها. فهد أول ما رينو قفلت الباب ما استناش وطرب العربية، كان متعصب وكان كل كلامها بيرن في ودانه. رينو بعد شوية من العياط حاولت تهدى وطلعت عند رودي اللي فرحانة قوي ورحبت بيها جدا، ولسه بتسألها مالك يا رينو. تليفون رودي رن. ايه ده رقم غريب. الو انسة رودي، مين حضرتك؟ انا فهد السيوفي. الانسة لارين وصلت عندك؟ ايوه رينو وصلت وقاعدة معايا. تمام. وقفل فهد. فهد حافظ رقم رودي لما كانت رينو فتح السبيكر ورودي بتقول العنوان. غريبة يا رينو، فهد اتصل عليا وبيسأل انت وصلتي عندي؟ رينو غمضت عينيها وعرفت كده ان خلاص فهد بعد الإهانة دي هيبعد، وان المعاملة هتبقى بحدود. دمعة نزلت غصب عنها، لكن هتعمل ايه؟ فهد صدمها وانه يقرب منها كده هي رافضة المبدأ. فهد قفل قبل ما رودي ترد وطار بالعربية، وهيبتدي رحلة الفراق. وهنشوف فهد بعد كده ايه اللي هيحصل معاه ومع رينو، وهيستحمل الفراق هو ولارين ولا لا. مراد صحى من النوم بعد العصر جسمه كله كان متكسر لانه ما نامش غير الصبح. قام متعدل وعايز يشوف الساعه كام، مسك تليفونه ولقاه مقفول. ايه ده، هو تليفوني مقفول ليه؟ انا فاكر ان سايبه مفتوح وكمان الشحن كان كامل. فتح تليفونه وبعد ما اتفتح كميه من الرسائل كتيره جدا، واتساب وماسنجر، رسائل على الرقم، وشاف الساعه 4. انا نمت كل ده، اكيد فريحه قلقت عليا، مش عارف مريم ليه ما صحتنيش. وايه كميه الرسائل دي كلها؟ النهار متحوس، فريحه رنه 120 رنه. اللي هي كانت بدا رد يا خاين، افتح بتاع البنات، ورسال على الواتساب، وديني اقتلك يا ابن العدوي. الاصطباحه دي كل ده عشان بوسه يا ستي؟ خلاص هتجوزك واصلح غلطتي، انا مش ناقص عبط. لما اقوم اخد شاور وبعد كده نشوف المتخلفه دي. وقبل ما يقوم اتصل على دادا سعاد. ايوه دادا، الحقيني ببرشام مسكن وكوبايه قهوه دوبل. تسلم ايدك. ودخل الحمام وهو تحت الدش. فريحه وصلتها مسج ان تليفون مراد اتفتح، ورن التاني وتالت وفوق الخمس مرات ومراد ما بيردش. كده في نظر فريحه يبقى خاين رسمي وما بقاش بيحبها، واقسمت انها لازم تنتقم منه. مراد خرج من الحمام على صوت الرسائل والرنات، وشاف اخيرا رقم فريحه، مسك تليفونه. اكيد قلقان عليا. الو ايوه فريحه. اخيرا يا خاين يا غشاش، والله يا مراد ما انا سايباك. انا تعمل معايا كده؟ انا تخني؟ طبعا ما بتردش، ما انا خلاص راحت عليا. ايه كانت السهره حلوه؟ ازيك يا فريحه. ازيك يا فريحه؟ فريحه هتاكل من لحمك حتت يا مراد يا غشاش يا خاين. غشاش ايه وخاين ايه؟ اهزي على نفسك، مش فاهم حاجه ولسه صاحي ومصدع. والله مش فاهم حاجه، استاذ في التمثيل يا بنت. تهدي بقى وفهميني، كنت فين الصبح؟ نايم. وكنت فين الظهر؟ نايم. وكنت فين العصر؟ نايم. نهارك اسود يا مراد، انت تكذب عليا؟ انت من الصبح عمال تخوني مع البنات، انت من الصبح عمال تخوني مع البنات. اقدر اعرف مين بقى اللي عجبتك؟ ام الفصلان على الصبح، والله يا ستي كنت نايم. مش مصدقاك، انت عمرك ما نمت. انت بتخوني ليه يا مراد؟ انا استاهل منك كده؟ كمان ساكت ومش مقدرني وما بتردش عليا؟ ماشي يا مراد، انا كده فهمت انك مش عايزني في حياتك. عموما كتر خيرك، ودي غلطتي انا اللي علقت نفسي بيك. انا كنت مفكرك بتحبني، بس الظاهر اني كنت غلطانه. وكمان انت لما حاولت تبوق امبارح وانا ما اتجاوبتش معاك، قلت خلاص بقى يا مراد ملهاش لازمه، اسيبني منها واشوف غيرها. مراد كان مصدوم اللي بيسمعه، هو كان مفكر انها بتهزر. الو ايه فريحه، انت يا مجنونه؟ كانت قفلت.
رمى تليفونه مش فاهم حاجة، وبعدها جاله تليفون تاني واتصل عليها وهي كنسلت. رن تاني قفلت تليفونها. ايه اليوم ده يا لهوي، والله كنت نايم، هخونك ازاي وانا نايم؟ بس ماشي يا فريحة، هعرفك ازاي تقولي عليا كذاب وغشاش. يومك اسود على دماغك يا بنت طارق على الكلام اللي وقعتيه منك. قام وخد مسكن وشرب القهوة. ادم لسه داخل ودادة سعاد ومريم جهزوا الغدا والكل قعد. ادم سلم على اميرته، مساء الخير. مساء النور. زين قعد ومراد قعد ونور ومريم وادم. امال رينو فين؟ رينو عند رودي صاحبتها، وفهد وصلها لانها كلمتكم كلكم ومحدش فاضي. والله كان عندنا اجتماع مهم، وكمان صفقة العمر يا حبيبتي زي ما قلتلك، ادعيلي انا هصالحها لان دي مش اول مرة. هي ما قالش هترجع امتى؟ حبيبي ربنا يوفقك، رينو قالت هتقعد شوية ولما مراد يصحى او زين يرجع حد يجي ياخدها من عند رودي. انا يا ماما هروح اجيبها. تسلم يا حبيبي، ربنا يخليكوا لبعض. ادم عينه على مراد. الحمد لله على السلامة مراد وصح النوم. مراد كان سرحان. مراد حبيب ماما مالك؟ لا يا بابا مفيش حاجة. حبيبي انت كويس؟ كويس يا مريم ما تقلقيش. كل ده نوم يا مراد؟ نمت الصبح يا مريم وقايم مصدع. سلامتك، تحب اخدك للدكتور؟ مراد كان شاكك في طريقة ادم. تسلم يا حاج، انما اميره ما تعرفيش مين قفل تليفوني، لاني لما نمت كان مشحون ولما صحيت لقيته مقفول. ابدا يا حبيبي، انا ما دخلتش اوضتك من ساعة ما ابوك ما قالي. حبيبتي هاتي صباع الكوفتة ده. مراد اتأكد ان ابوه نفذ وعده في الانتقام، لكن يا ترى عمل ايه؟ مراد مسك صباع الكوفتة. اتفضل يا حاج. برضو يا حاج نفذت اللي في دماغك؟ البس يا معلم عشان تعاكس امك حلو. حبيبتي هاتي قطعة المكرونة، انت عارفة ان بحبها قد ايه. حبيبي بألف هنا على قلبك. تسلميلي يا روحي، اصل نفسي مفتوحة قوي النهاردة. كل يا مراد يا حبيبي، انت تلاقيك على لحم بطنك. زين متابع. استر يا رب على اللي جاي. ومال يا حاج انا هاكل. مراد بيفكر يا ترى ابوه هو اللي قفل التليفون. طب فريحة وخانة ايه بتتكلم عليها؟ يعني مثلا ممكن بابا تعمد انه يقفل التليفون في وقت ما فريحة انها تكلمه الصبح؟ يعني مثلا بابا ممكن تعمد انه يقفل التليفون في وقت ما فريحة هتكلمني الصبح لقيته مقفول؟ طب المفروض كانت هتقلق مش تقول خاين. خرب بيتك يا فريحة وعلى دماغك الجبس. وقس فجأة فريحة داخلة زي الاعصار والكل بياكل في امان الله. مراد مراد. بسم الله استر يا رب. في ايه يا فريحة يا بنتي؟ قالها زين. بدأت حبيبتي تعالي عودي، حماتك بتحبك. ايه يا فريحة مالك داخلة كده ليه؟ مالك يا بنت المجنونة؟ مراد انا عايز اعرف انت. ادم قطع كلامها. فريحة شكلك متضايقة وباين كده على وشك، وشكلك كده في مشكلة بينك وبين مراد، لانه هو كمان حاسس بصداع وشكله ما نامش كويس. وبدأ يهتم بفريحة قدام مراد. عايزك تهدي كده يا حبيبتي وهنقعد مع بعض. اهدي يا حبيبة عمك، انا بحبش اشوفك متضايقة. القمر خطيبة ابني ما تزعلش ابدا. مراد بدأ يتضايق من اهتمام ادم لفريحة، وكل حاجة وضحت قدامه، وشاط من ابوه وبص الفريحة بتوعد. اطلع على قطي يا فريحة، انا طالع وراكي. مش هطلع يا مراد غير لما اعرف كل حاجة. فريحة انا مش عايز اعلي صوتي عشان ما ينفعش، بس قسما بالله لو ما طلعت دلوقتي لقلبها جد وهتشوفي وشي مش هيعجبك. ماشي يا مراد انا طالعة، اما اشوف اخرتها. فريحة طلعت وهي متغاظة. تطلع قطك؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا مراد؟ ازاي انت وفريحة هتقعدوا في قطك لوحدكم؟ ما ينفعش يا ابني. ايه يا مريم هنقعد في التراس؟ انت شايفة يعني شكلها يبشر بالخير؟ ما تقلقيش يا روحي انا هكون موجود معاهم. ايه ده انت عاملة كمان كباب حلة؟ مش تقولي لي يا مريم ده انا ومراد ابنك بنموت فيه. هاتي خد يا مراد يا حبيبي، كل يا حبيب ابوك. مراد شكله مزعل فريحة قوي يا مريم. انت ليه مزعل فريحة يا ابني؟ دي بتحبك قوي، وياريت صالحها وما تزعلنيش منك. مراد خلاص قرب يجيب اخره من ابوه، لانه ما كانش يتوقع انه يلعب في الحتة دي وانه يدخل فريحة في الانتقام. وقام عن اذنكم. ما تاكل يا مراد، اقعد كمل اكلك. اكيد يا حبيبي انت هتتكلم كتير. انا اكلت وشبعت، انت عملت الواجب وزيادة. مراد اتحرك وطلع فوق عند فريحة. بابا انا هروح اجيب رينو. ماشي يا حبيبي، وقولها ان تليفوني كان على الصامت عشان ما تزعلش، دي مش اول مرة تكلمني وانا تليفوني يكون صامت.
وانا اكون في اجتماع وهتلاقي حاجه بتحبها وانت جاي، وياريت تفسح اختك شويه، امبارح كان شكلها زعلان. حاضر يا بابا. حبيبي ربنا ما يحرمنا منك ابدا ولا منك يا روح قلبي. رودي تعبت من رينو لان رينو عيونها فيها دموع ومش راضيه تتكلم ولا تقول مالها. رينو قاعده مع رودي وكل خمس دقايق تتكلم كلمه وتسرح تاني، وما كانتش كويس مع رودي وباين على وشها انها زعلانه. ما تقولي بقى يا رينو مالك، بقالك ساعه وانا بتحايل عليكي، عايز اعرف مالك، انت مش طبيعيه. كمان فهد جاب رقم منين وكلمني يسال عليكي ليه؟ في حاجه غامضه في الموضوع. مفيش حاجه يا رودي. مفيش حاجه ازاي؟ انت شكلك مخنوقه قوي يا رينو. انا اختك، قولي لي مالك. رينو جواها زعلان ومخنوق، هي بتحب طريقه فهد لكن برضو شايفه اللي هي عملته ده الصح، واتخنقت لما فهد مشي وما اتصلش عليها واتصل على رودي. يا ترى جاب رقم رودي منين؟ انا كويسه يا رودي، انا مخنوقه بس عشان انت مش موجوده معايا في المدرسه، وكمان اختي نور كلها شهر وتتجوز وتسيب البيت. حبيبتي انا كلها كام يوم واجي واقرفك في حياتك، وان كان على نور اكيد يعني مش هتتجوز في اخر الدنيا، لما تحبي تشوفيها هتشوفيها. فكك بقى، شكلك وحش وانتي زعلانه. هو انا كنت عايزه اسالك يا رينو، مين فارس ده يا رينو؟ فارس ده اخو فريحه وفهد. طب وجي ازاي بقى؟ انتي مكملتيش. ابدا، اتصلت على تليفون فهد وفارس اللي رد عليا لان اخوه ما كانش موجود وكان ناسي تليفونه، ولما سمعني بعيط قلت له ان صاحبتي تعبانه قوي بصراحه وما تاخرش. فارس انسان محترم قوي يا رودي. واضح عليه انه محترم قوي. بس ازاي انا مش فاكره، انت قلتي قبل كده انه شالني. ايوه، كنت بين ايديه وكنت متخلفه كالعاده، انت عكستيه في العربيه وهو جاي ينزلك كسفتيني. انا عكست فارس؟ يا خبر يا خبر، وانت مستغربه ليه؟ هي دي اول مره؟ ده انت قلتي له انت حلوه قوي، انت قمر، انت مش عارف ايه، مش عارفه تمسكي نفسك وانت تعبانه، يخرب بيت كده. تليفون رينو رن وكان زين. ثواني يا رودي، ابي زين بيتصل. ايوه ابي. خلاص ماشي، هبعتلك عنوانها في رساله. اوكي حاضر، وانت لما تقرب توصل رن عليا هنزلك. يلا باي باي يا ابي. انت هتمشي؟ ايوه، ابي زين لسه خارج من الفيلا وجاي على هنا. رينو بعتت عنوان رودي في رساله لزين. المهم انت خدي بالك من نفسك وفي كده عشان ترجعي المدرسه، الفصل كله بيسال عليكي، هستناكي في الحفله يوم الاجازه في الفيلا عندنا. ان شاء الله. مراد طلع فوق وكانت فريحه رايحه جايه في الاوضه. مراد مش عارف يتضايق منها ولا من ادم، وكمان اتضايق من اسلوبها وهو مش فاهم ايه اللي حصل علشان تتهمه كده. ممكن افهم ايه الهبل اللي انت بتعمليه ده، وايه الطريقه اللي دخلتي بيها دي؟ هبل؟ ما انا هبله عشان كده بتديني على قفايا وبتخني. اقسم بالله يا فريحه لو ما بطلتي ام الكلمه دي لاكون مزعلك. انا معدي كل ده بمزاجي، انا ممكن انهي الموضوع ده في ثانيه وارجع لك عقلك. اعقلي كده وترزعي. شعود يا مراد، مش عايزه اعرف انت بتخون ليه، انت عملت كده ليه؟ عملت ايه يا فريحه؟ احنا اتفقنا انك كل ما هتاخد اجازه انك هتكلمني كل يوم، انت بقى ما اتصلتش عليا امبارح قبل ما انام زي كل يوم، قفل تليفونك من الصبح وما كلمتنيش، وكمان لما فتحت تليفونك ما اتصلتش عليا. كنت نايمه فريحه، نمت متاخر وقمت من النوم مصدع، شفت رسايلك الخايبه، قمت خدت دش ويا دوبك خرجت لقيت حضرتك بترني، رديت عليكي وسيادتك ما سبتليش فرصه اتكلم، وغير كده بتقفلي المكالمه في وشي. وغلطات كترت يا فريحه. انت بتقلب الترابيزه عليا بعد كل اللي عملته؟ انا اللي غلطاتي كترت؟ وبالنسبه لغلطاتك، غلطات ايه يا فريحه؟ غلطت ايه؟ ان نمت الصبح وصحيت متاخر؟ لا مش غلط، لكن الغلط لما تكون قاعد وسط بنات وتقول انك مع فريحه واتصل عليك قافل تليفونك يا حضره الضابط. وسط بنات؟ بنات ايه يا فريحه؟ بنات ايه يا فريحه؟ مين اللي قالك اني وسط بنات والكلام الفارغ ده؟ عمو ادم اتصل عليا الصبح وقال انه اتصل عليك وانت رديت عليه، وكمان كنت في وسط بنات وقلت له انك معايا وتليفونك فصل بعد كده. عمو اتصل عليا عشان عايز يكلمك. قولي كده. ماشي يا ادم يا عدوي. ادم دخل. ايه حلوين، وصلتوا لفين؟ ايه فريحه، زعلانه ليه من مراد؟ وانت مراد مزعل فريحه ليه؟ اتكلمي يا فريحه، قولي يا حبيبتي ما تخافيش طول ما انا موجود. عمو حضرتك قلت انك كلمت مراد الصبح صح؟ حصل يا حبيبتي. وكمان حضرتك قلت لي ان مراد قال لحضرتك انه كان معايا في الجامعه وكان في بنات كتير جنبه، حصل؟ حصل يا روحي، فين المشكله؟ انا حبيبتي بسالك فين المشكله. ابدا يا عمو مفيش مشكله. ادم بص لمراد. ما تقول يا مراد يا حبيبي مزعل فريحه ليه؟
حد يزعل القمر ده؟ حد يبقى معاه ملاك زي ده ويعمل كده؟ مراد كان متغاظ وغيران ومش عايز يكدب ابوه، وكمان مش عارف يعمل ايه. ادم قام من مكانه وقرب من مراد. البس يا معلم. بابا خلي فريحة بعيد عن الحوارات دي. ابدا، تبعد عن مريم ابعد عن فريحة، وهذا هو لب الموضوع. ادم قرب من فريحة علشان يغيظ مراد. حبيبة عمك بطالي عياط، عينيك القمر دي ما تنفعش تعيط. ايه ده، مناخيرك بقت حمرة قوي كده ليه؟ تعالي عودي هنا. ادم جاب لها كوباية مية وبيهتم بفريحة. مراد جاب اخره من ابوه وغيران على فريحة. تعالي نخرج شوية ونتكلم. لا طبعا، انت عايزها بعد الزعل ده بنت اخويا تخرج معاك؟ فريحة هتقعد معايا وكمان هتقضي اليوم معانا انا ومريم، واشوف ايه اللي يريحها وهعمله، وانت حسابك معايا بعدين عشان تزعل القمر ده. ورقص حواجبه. مراد قرب من ودن ابوه. بابا لو سمحت كفاية، تبعد عن مريم، احكي الفريحة كل حاجة. مش هتبعد؟ شوف بقى هتثبت براءتك ازاي، ما هو مش معقول انك هتكذب ابوك. ولا ايه يا مراد؟ فريحة انا ما عملتش حاجة وكنت نايم. ازاي ما عملتش حاجة؟ انت كدبت عليا يا مراد، قلت انك كنت نايم وانت ما كنتش نايم، وكنت قاعد كل الوقت ده مع بنات. هو انت عليك يا مراد؟ هنا عليك حب 18 سنة؟ انا بخنوقة قوي. ادم كان جواه متضايق من فريحة، لكن لازم يوصل لابنه رسالة ان الهزار الزايد احيانا بيقلب جد. ادم قلبه بيولع نار لما مراد بيعاكس مريم. هي امه بس دي اميرة ادم وملكية خاصة. بس يا فريحة ما تعيطيش يا حبيبتي. ماشي يا بابا ماشي. هتبطل تنافسني في امك؟ حاضر يا حاج من عيني. لو حات امك النظرة دي عارفها، لو هتمشيها لمصلحتك المرة اللي جاية هتبقى بجد. شوف مين اللي هيطلعك منها. حاضر يا حاج، انا مش هنفسك في امي تاني، بس لو سمحت تصلح المشكلة. مراد انزل وسيبني انا وفريحة لوحدنا. نعم حاضر يا بابا. اتحرك وخرج وهو متضايق وشايط على الاخر. ايه فريحة بطلي عياط، هو الواحد معرفش يهزر معاكم؟ فريحة بطلي عياط، قلتلك انا كنت بهزر معاكم. ايه يا عمو بتهزر ازاي؟ مش فاهمة. انا ليا طار عند مراد، انت عارفة حوار معكسات المريم، وكمان كنت عايز اشوفك بتحبي مراد ولا لا، فقلت يا ادم يا عدوي شوف كده وجرب، وشوف رد فعل البت فريحة بنت اخوك هتعمل ايه. يعني مراد ما كانش بيخوني؟ يخونك؟ ايه الكلمة دي يا فريحة؟ انا ازعل منك، مراد يخونك؟ كلمة خيانة يا بنتي ما تتذكرش في بيت ادم العدوي. مراد كان نايم فعلا، وانا كان بيني وبين مراد طار واخدته. يعني انت يا عمو؟ عسر انا صح؟ خرب عليك يا عمو، ده مراد خد مني كلام، هعمل ايه دلوقتي؟ لا دي مش مشكلتي، وبعدين ده درسي ليكي عشان تثقي في مراد اكتر من كده. انا صدمتي فيك كبيرة يا فريحة. اتصدمت فيه انا يا عمو؟ طب ليه؟ اقل حاجة كنت فكرتي وقلتي اكيد مراد في مشوار مهم، مراد بيحبني عمره ما يعمل كده، او مثلا تتصلي على مريم تسألي مراد فين، اتصلي على زين على نور مش تشكي فيه ويخونك. عندك حق يا عمو، بس والله لما حضرتك قلت لي انه مع بنات وانه قالك انه معايا قلت اكيد هو بيعمل حاجة غلط. وبعدين يا عمو كنت فاهمني انك بتهزر. انت واخده غباء ابوكي ليه؟ امال كنت هشوف رد الفعل على مراد ازاي؟ المهم انا عايزك تتعلمي من الدرس ده وتثقي في مراد بعد كده. مراد عمره ما يفكر في غيرك. انا متضايق لانك عملتي كده، بس بصراحه فرحت لما شفته متغاظ عشان يحس بيا، بس ما كنتش اتوقع ان الموضوع يكبر كده وانك تتهميه بالخيانه، ولسه هيكبر اكتر. مراد ابني وانا عارفه، انا كنت متوقع منك انك هتتخانقي معاه وانا اتدخل واهتم بيكي وهو يحس باللي بيعمله فيا، لكن نسيت انك غبيه، انت لازم تصلحي الموضوع. حاضر يا عمو، بعد اذنك انا هنزل لمراد. زين وصل تحت العماره وخد رينو من عند رودي وراجعين في العربيه. رينو قاعده مخنوقه في العربيه. مالك يا رينو؟ رينو اتخنقت من كل اللي بيشوفها يسالها مالك. مفيش يا ابي زين، انا بس تعبانه من امبارح. تعبانه حاسه بايه يا حبيبتي؟ وبعدين مش عوايدك انك تفضلي ساكته وسرحانه كده. صدقني يا ابي زين انا كويسه، انا بس زعلانه على فرق نور انها هتتجوز وتسيبني وتمشي، غير كده الثانويه العامه صعبه وعايزه اركز اكتر من كده. انا كمان زعلانه ان نور هتسيبنا، بس يا حبيبتي دي سنه الحياه، وكمان انت هيجي يوم وتتجوزي. لا يا ابي زين انا مش هتجوز. يا ساتر ايه الكلام ده؟ في واحده مش عايزه تتجوز لما تكبر؟ انا مش عايزه اتجوز لما اكبر، انا ههتم بدراستي وبس. هي دي حاجه وحشه يا ابي؟ لا يا قلب ابي، انا هكون فخور بيكي وانك تتفوقي في دراستك وتركزي فيها،
وفي أخ هيعوز من أخته أكتر من كده؟ تحبي تروحي فين؟ بابا طلب مني أن أفسحك. مش عايزة أروح مكان، أنا عايزة أروح، أنا بهدوم المدرسة من الصبح. ماشي حبيبتي، بس ليكي عندي خروجة تمام؟ أوكي، ربنا ما يحرمني منكو أبدا، ولا يحرمنا منك يا قمر على رأي الحج يا نوتلتي. رينو سرحت وبصت في الشباك، يا ترى تستحمل الحياة من غيرك يا فهد؟ لأنها كل شوية تفتكر هجومه عليها وهو بيبوسها، وتحس أنها بتكره نفسها، ولازم تبقى أقوى، وأنه لازم يتعلم أنه ما يتجرأش ولا يفكر أنها ممكن تكون سهلة بالشكل ده. مراد قاعد في الجنينة وفريحة نزلت. مراد والله بجد أنا أسفة، أنا اتصرفت غصب عني لما حسيت أنك ممكن تروح مني. ساعتها اتعميت يا مراد. أروح منك؟ أنت غباء يا فريحة ولا بتمثلي الغباء؟ أنا خاين يا فريحة؟ أنا غلطت يا مراد بجد، أنا بعتذر. لما عمو اتصل عليا وقال لي اتصرفت بغباء. لما عمو اتصل عليا انا اتصرفت بغباء، ودلوقتي عمو ادم حكالي على كل حاجه وانه كان بيهزر. ارجوك يا مراد سامحني، والله كان غصب عني. يلا عشان اروحك، ولما اهدى ابقى اكلمك. فريحه صعب على نفسها ودموعها نزلت، قربت اكتر من مراد. سامحني. لا يا فريحه، انا لا يمكن اسامحك، انت شكيتي فيا وعارفه اني لا يمكن ابص لغيرك. انا ما ممكن اهزر اضحك اتريق، انا مفيش واحده تملى عيني غير حضرتك. وايه اللي حصل بعد ما سمعت كلمتين من حد؟ في اول محطه نزلت فيها وصدقتي كلام ادم عليا، مع انه ما قالكيش حاجه كبيره. هو قالك ان مراد جنبه صوت بنات، يعني ما قالكيش انه في شقه مع واحده. يعني ممكن اكون في مشوار او في الكليه عندك، اكون في اي مكان او اي مصيبه، لكن ما توصلش انك تفكري اني اخونك وتقولي لي انت خاين يا مراد وغشاش. اتفضلي ولا اقرالك. اسمعي، انت قافل تليفونك ومقضي حياتك عايش مع البنات بتخوني يا مراد؟ رد عليا يا غشاش يا خاين يا بتاع البنات. حلوة قوي انك تشك فيا. ادم ما عملش حاجه يا فريحه، ادم قالك كلمتين، وحتى لو ما كانش بيهزر انت صدقتي، وانت عارفه ان اكتر حاجه بكرهها في حياتي هي الخيانه. فريحه جواها مش بصدق انها عملت مشكله كبيره من فراغ، لكن هي كانت ضحيه هزار، بس شافت انها غلطت لانها كده مش بتثق في مراد. آدم كان واقف بعيد ومتابع. ليه كده يا آدم بس؟ مريم كويس ان ده حصل، لازم فريحة يكون عندها ثقة في مراد اكتر من كده. مراد بيحب فريحة من 18 سنة يا مريم، مش حتة مكالمة هتهد الحب ده. كويس انه حصل كده. انا طبعا ما كنتش اقصد كل ده، انا كنت عايز فريحة تزعل من مراد، وانا اهتم بفريحة قدامه كان هيولع وساعتها هيحس باللي هو بيعمله فيا، لكن ما توقعتش ان فريحة تتهمه بالخيانة. الكلمة في حد ذاتها مش حلوة، أنا منكنش إني زعلان من نفسي، لكن رب ضر نافعة. تفتكر مراد هيسمعها ويسامحها؟ طبعا، مادام اتخانقوا وفتحوا مجال الكلام، وكمان من طرف معترف بغلطة، يبقى هيسامح. وإن ما سمحهاش النهاردة، بكرة الفراق هيعلمه هيسامحها باشتياق. الحب اللي بينهم مش هش قوي كده بإنه يتهدم في لحظة. ملك يا آدم، مفيش يا حبيبتي، انا هدخل مكتبي وياريت ما حدش يدخل عليا. مريم شافت وعرفت كده ان ادم زعلان، بس يا ادم عن اذنك. مش هو متضايق، مريم كمان زعلان على ادم ومراد، لان الهزار الزايد احيانا يقلب بجد. اتفضلي عشان هوصلك. فريحه راحت وقفت قدامه. مراد لو سمحت. مراد ارجوك، انت بتعمل كده ليه؟ انا ضحيه مراد، ارجوك سامحني، انا بثق فيك، في فرق بين الثقه والغيره. انت عارف ان عمري ما شكيت فيك بجد. انك تتهميني بالخيانه بتبرريها؟ يعني مش شاكه فيا؟ لا واضح انك مش شاكه فيا، اصل اللي بتغير بتقول لحبيبها خاين وغشاش وكمان كذاب. ارجوك يا مراد انا مش قادره، انا من الصبح في الشارع، انا من امبارح ما نمتش. انت امبارح لما حاولت وبست، انا ما عرفتش انام، كنت في منافسه ما بين قلبي وعقلي، وما عرفتش اخد قرار ازعل منك ولا افرح، وفي الاخر قلبي اللي فاز على عقلي عشان بيحبك، وقررت اني ما ازعلش رغم انك ما اتصلتش زي كل يوم. الصبح قمت مصدعه وانا رايح الكليه، عمو اتصل علي يقول لي ان مراد جنبه بنات، وانك كمان قلت له انك موجود معايا. عمو ادم كلامه ثقه، انهي عقلي يستوعب؟ انا ما دخلتش الكليه عندي، رجعت من نص الطريق، انا كنت بلف زي المجنونه لدرجه اني رحت الكليه الحربيه وما قدرتش ادخل. انا عارفه انك في اجازتك انت وفهد، بس ساعات بتروح انت وفهد وما عرفتش برضو انت موجود ولا لا. وبعدها فهد قال لي انك مش في الكليه،
وكل شوية تليفونك مقفول، ولما فتحت تليفونك جات لي الرسالة. كنت في الشارع وما هنش عليك تتصل عليا. أول ما فتحت اتصلت عليك أكتر من مرة وما ردتش. انت دخلت تاخد شاور الأول وبعدها تكلمني. مراد قلبه وجعه على فريحة وشاف انها ضحية فعلا، كمان لما شاف آدم مهتم بيها كان عايز يولع في البيت كله، وحاسس انه فعلا مزودها مع أبوه. لكن برضو كلمة خاين وجعه قوي. كمان فريحة كل ده وجعها. طب اعمل ايه؟ اصالحها ولا سيبها؟ بس هي شافتني في لحظة خاين وغشاش وكذاب. خلاص يا مراد، انا قلت اللي حصل بالظبط. انت لما بوستني انا مزعلتش منك يا مراد، مع انك عارف انه حرام. انا اتخطيت مرحلة الحب وتقبلت منك اي حاجة، والظاهر ده ضعف شخصيتي قدامك. لكن انا فريحة السيوفي بنت طارق السيوفي ورانا عزيز، وزي ما انت مش هتسامحني وزعلاني اتهمتك عن طريق الخطأ، انا دلوقتي مش هسامحك من انك بوستني عن طريق القصد، لانك بوستني برغبتك. وثابته مشيت. زنجي ونزل هو لارين وشافوا فريحة وهي خارجة معيطة. لارين وقفتها وفضلت تتكلم معاها وتهديها، وفريحة مصممة تمشي. زين شاور لمراد اداله اشارة انه يوصلها، وفعلا رين وزين صمموا ان فريحة تركب مع زين، وركبت في الاخر وزين هيوصلها. مراد فضل واقف مكانه مش عارف يعمل ايه، وايه المشكلة اصلا، وايه المشكلة اصلا وحصلت ازاي وليه، وهي الغيرة بتعمل كده. اتحرك وهو مخنوق وراح على العربية وركب ومشي. ادم كان متابع كل ده من شباك مكتبه زعلان جدا، لكن شاف ان في حاجة ايجابية وهتحصل وخطوة مهمة، ومش عايز اللي حصل ايام عاصم يتكرر تاني. رينو دخلت الفيلا وقالت لمريم انها اتغدت مع رودي. مريم اطمنت على رودي وكمان اتكلمت شوية مع رينو لانها حاسة ان بنتها متغيرة وزعلانة. رينو استأذنتها عشان تطلع تغير وتذاكر، الامتحانات قربت، وقالت لمريم ان المنهج اتجمع عليها وما فيش وقت، وهتحاول تلم المنهج وتقعد في اوضتها تذاكر. طارق لرنا: حبيبتي فريحة مالها؟ مش عارفة، بس باين كده انها متخانقة مع مراد. طيب انا هدخل لها. لا، انا كلمتها وقالت لي انها مخنوقة ومش عايزة تتكلم مع حد، هي هتهدى مع نفسها. انت عارف ان المشاكل دي بتقيم العلاقة. انا مش عارف بيتخانقوا ليه يعني. يا راجل مش عارف؟ هو انا وانت عمرنا ما اتخانقنا؟ المهم فهد فين؟ نعم، هو مش موجود؟ لا، هو جه حوالي الساعة 2 ودخل مش طايق نفسه، ودخل الأوضة وبعدها الليفينج وطلع من غير ولا كلمة. ازاي؟ طلع تليفونه يتصل على فهد لكن تليفونه مغلق. فتح الواتساب. ابنك ما فتحش واتس من امبارح، وكمان تليفونه مقفول. ابني فين يا طارق؟ فارس خرج من اوضته. ماما، فهد انا متصل عليه من الصبح ما بيردش، ومن اكتر من 3 ساعات. يمكن فصل يا ابني. لا طبعا، فهد معاه باور بانك. هي اجازته خلصت؟ يمكن رجع الكلية، انت عارف نظام الحربية. يا رانا فهد لسه ما خلصش اجازته، هو ومراد وكل حاجته موجودة. اهدي كده عشان عارف افكر. طب اتصل على مراد او ادم. شوف اشرف اخويا، اتصل يا طارق على اي حد، شوف فهد فين. اهدي انتي. طارق نبه على فارس انه يسأل بطريقة غير مباشرة على فهد عشان محدش يقلق ومش عايز شوشرة. طارق وفارس كل واحد يتصل على حد من العيلة، وكلهم قالوا ان فهد مش موجود. رنا اتصلت على مريم، وان مريم قالت لها ان فهد كان هنا الساعة 1 الظهر ووصل رينو عند صاحبتها وروح على بيت طارق. رنا قفلت وقامت من مكانها. يعني ايه؟ يعني ابني من الساعة 1 عند مريم ووصل رينو ورجع الساعة 2 على هنا وخرج؟ دلوقتي الساعة 8، يعني ابني مش موجود ولا حد يعرف عنه حاجة 6 ساعات؟ ابني طارق هيروح فين؟ اهدي يا رنا، هيكون فين يعني؟ ممكن يكون في الجيم يا ماما، ثواني هتصل. فارس اتصل بالجيم وقال له ان الاستاذ فهد ما جاش امبارح ولا النهارده. اتصل على صحابه قالوا انه كان في الكليه من بدري واتمرن وخرج الساعه 12 الظهر، وكلهم في قلق. فريحه طلعت على صوت رنا وعيطها: يا ترى انت فين يا فهد؟ الو، ازيك يا محمد؟ الحمد لله يا نوري، عامله ايه يا قلبي؟ انت فين؟ ما اتصلتش من الصبح. غصب عني، طول اليوم في المستشفى، وكان في حادثه على الطريق وجابوا المريض على المستشفى، وكان محتاج لنقل دم وعمليه، ولسه خارج ما فيش نص ساعه. والحالة عاملة ايه؟ الحمد لله تمام، بس لسه ساعات الخطر نزلتش، لكن متفائل خير ان شاء الله. تعرفي وش المريض مش باين خالص من الازاز اللي كان في وشه؟ الناس اللي جابوه قالوا ان ازاز عربيته كله طار في وشه، وشه كان متبهدل. شاب صغير في العشرينيات، ربنا يشفيه يا رب. ربنا معايا يا رب. المهم انا عايز اشوفك بكرة.
مش هينفع يا محمد. ليه بقى؟ انا ما رحتش الجامعه من زمان، وغير كده مامي قالت لي من بكره هنزل عشان اشتري شويه حاجات لزوم الجهاز ونخلص كل حاجه قبل شهر رمضان. انت عارف بقى مامي وبابي واحنا بنستنى شهر رمضان بفارغ الصبر، ومش عايزين نضيعه في الحاجات دي. خلاص انا بكره هوصلك الجامعه. اوكي هستناك يا محمد. عارفه لما بتقولي محمد دي ايه؟ قلبي بيدق وببقى عايز ايه؟ بعد رمضان هقولك. المهم دلوقتي هتعملي ايه؟ هقوم اصلي واحاول انام بدري عشان هصحى بدري. هتنامي دلوقتي؟ ايوه الساعه 10. خلاص صلي وكلميني. ليه بقى؟ في حاجه؟ هكلمك لحد ما تنامي. طيب وانت مش هتنام؟ لا لسه شويه، هشوف الحاله واروح على 12. اوكي ربنا معاك. هتكلميني؟ حاضر هصلي واكلمك. نور. نعم يا محمد. انا بعشقك. العيلة طبعا ما لاحظتش حاجة من سؤال عيلة السيوفي على فهد، لأن كان سؤال بطريقة غير مباشرة. الساعة دلوقتي 11 بالليل ومحدش عارف فهد فين. رنا بتعيط وقلبها وجعها، وفريحة بتعيط ونفسها تتصل بمراد يعمل حاجة، لكن ما ينفعش لأن طارق قبل ما ينزل نبه عليهم محدش يتصل، مش عايز شوشرة. طارق نزل هو وفارس يدوروا على فهد من بدري، ودوروا في كل مكان ومفيش أثر. الساعة 12 صباحا رنا اتصلت على طارق. ايه رنا فهد رجع؟ طارق مفتاح الشقة مش متعلق في الأوضة يا طارق. يعني ممكن يكون فهد. طب اقفلي. طارق لف بسرعة وساق بسرعة، واخيرا وصل تحت العمارة وشاف عربية فهد موجودة. انتوا فكرتوا ان فهد هو اللي عمل الحادثة صح؟ لا بعد الشر على فهد، تعالوا نكمل. طارق ساعتها حس ان قلبه اتحرك من مكانه وسند بايديه على الدركسيون ونزل راسه عليها، حاول ينظم نفسه وضربات قلبه. طارق كان مرعوب، وأول ما شاف عربية فهد دمعة نزلت منه، لأن 100 فكرة وفكرة كانت في دماغه. رنا اتصلت تاني. طارق مش عارف يمسك التليفون لأن جسمه بيرتعش، فتح السبيكر. أيوة يا رنا. طمن قلبي يا طارق. أيوة يا رنا، فهد في الشقة، أنا تحت العمارة وشفت عربيته موجودة. اطلع الشقة يا طارق، أنت لسه ما طلعتش؟ اطلع وطمني على ابني. حاضر يا رنا. اهدي وبطلع عياط. أنا هطلع وانت اتصلي على فارس يروح لانه قلقان. انا هطلع واتصل عليكي من فوق. مش هقفل، اطلع دلوقتي وانا معاك. طمن قلبي يا طارق، ابوس ايدك. حاضر يا رنا، بس ما تعيطيش. طارق نزل وطلع في الاسانسير وطلع النسخة اللي معاه، خرج من الاسانسير وفتح الباب ودخل، واول ما دخل اتصدم. شاف تليفون فهد متكسر على الارض، ونضارته ومفاتيحه كل حاجة مرمية على الارض ومتكسرة. طارق ضربات قلبه بتدق، لاول مرة خاف يدخل، مع انه دخل شقق كتير بحكم شغله، بس ده ابنه فهد بروحه. واخيرا شاف فهد قاعد على الكرسي وساند ظهره على الكرسي وباصص قدامه وعينيه حمرا زي الدم. طارق سكت ليه؟ طمني ابني عندك. طارق اتصدم من شكل فهد، لكن حاول يطمن رنا. ايوه يا رنا، فهد قاعد في الشقه وما تلاقيش، هو كويس الحمد لله. طب هو بيعمل ايه عندك؟ اساله. رنا اقفلي دلوقتي. ليه يا طارق؟ رنا الحمد لله احنا اطمننا على فهد وانه موجود. اقفلي بقى واتصلي على فارس اللي بيلف في الشوارع بيدور وخايف على اخوه وطمنيه. طارق حط تليفونه على الترابيزة وقرب خطوتين وشاف فهد، وافتكر ادم يوم الحادثة، لكنه طرد الفكرة بسرعة وقرب من ابنه. فهد يا ابني. طارق راح قاعد قدامه على الارض. فهد بص قدامه ونقط العرق على جبينه وعلى شعره وعينيه زي الدم، سرحان في كلام لارين عن الرجولة وإنها بتكرهه وهي شايفاه إنه استغلها. طارق قاعد فترة قدامه مش عارف يعمل إيه. فهد افتكر كلمة لارين، أنا صدمتي فيك كبيرة، أنت استغلتني يا فهد. فهد لا إرادي. أنا ما استغلتكيش. لأ. طارق ضم ابنه غصب عنه. إيه ده يا فهد، مالك يا حبيبي؟ فهد كل ما يفتكر كلام لينو وخصوصا إنه استغل إنشغال أبوها وإخواتها وبسها وإنها خيانة، جسمه يتشنج. أنا ما استغلتكيش. وافتكر كلمة أنا بكرهك. فهد سرحان في حب 17 سنة وإنه بيحميها من أي حد، وفي الآخر اكتشف إنها بتكرهه. طارق حاول على قد ما يقدر يهدي فهد، وأخيرا بعد فترة فهد هدي نوعا ما ورفض يحكي لأبوه أي حاجة. بعد محاولات كثيرة من طارق، يلا يا فهد قوم عشان نروح. بابا. أيوة يا فهد، أنا عايش في الشقة هنا والوحدي. طارق اتصدم لانه شاف ادم تاني. انت بتقول ايه يا فهد؟ بابا انا عايش في الشقه دي لوحدي. يا اما ايه يا فهد؟
يا اما هسيب الحربيه وهسافر اي بلد تانية. فهد اللي بتقوله ده يا ابني؟ استهدى بالله، انت لو تحكي لي انا هقدر اساعدك. انا كويس وكويس قوي وفقت، ولو حضرتك مش عايز نعيش هنا انا هتصرف، ويريت ما تضغطش علي اكتر من كده، وده قراري النهائي. طارق اتاكد انه لو عاند مع ابنه هيخسره، وفكر انه يستسلم مؤقتا. وافق، وفعلا فهد عايش في الشقه لوحده. وبعد فتره طارق روح وحكى ليهم، لكن مش كل حاجه عشان رنا ما تقلقش. رنا رفضت، لكن طارق شرح لها انه فهد بيمر بظروف صعبه، وطلب من رنا انها ما تفتحش اي كلام مع فهد لانه واخد قراره وكمان خايف انه يبعد. طارق بعت مع فارس هدوم وكتب فهد وكل حاجه تخصه. فارس كان زعلان جدا، ورنا وفريحه بيعيطوا كتير على القرار ده، لكن استحملوا لان فهد هدد بالسفر. طبعا عدى اسبوع على ابطالنا الحلوين. ادم لسه زعلان لكن من جواه مش مبين، ومريم طبعا عارفه انه زعلان وحاولت على قد ما تقدر، لكن هو مش مديلها فرصه انه يعترف انه زعلان، واغلب الوقت بيقضيه في الشركه وفي مكتبه. رغم ان مراد مش زعلان منه، لان مراد عارف ان والده كان بيهزر مش اكتر، وان ادم هدده اكتر من مره انه يبعد، لكن مراد كان بيعاند. اما مراد طول الاسبوع ده ما اتصلش على فريحه ولا كلمها رغم انها وحشاه جدا، لكن استغرب عدم اتصالها، وبيفكر انه يقطع اجازته ويرجع الحربيه تاني، وطول الوقت بيطلع غيظه من فريحه وزعلها في الجيم. اما فريحه على طول زعلانه وسرحانه، وحاسه انها وحيده مش عارفه تذاكر ولا تعمل اي حاجه، واخر تدريب ليها جابت فيه درجات وحشه. بتحاول تداري حزنها قدام العيله، وبتعيط كتير لانها كل يوم منتظره اتصال من مراد، لان طول ما مراد في الكليه بتاعته ما بتتكلمش معاه غير في الاجازات وبس. اما لارينا ركزت في دراستها وعايزه تثبت نفسها، وبتحاول ما تفكرش في فهد كتير، لان كل اللي هي مستغرباه ان فهد ما ظهرش طول الاسبوع ده. هي جواها نفسها تطمن، لكن عمرها ما هتعمل كده ابدا. في نفس الوقت زعلانه من اهانتها لفهد. اما رودي على طول سرحانه في فارس، وفرحت جدا لان لارينا عزمتها على الحفله بعد بكره، وسبب فرحتها انها عرفت ان فارس هيكون موجود. روزي كانت بتفكر يا ترى هي حبت فارس ولا ده مجرد اعجاب، لكن قلقت من كلام رينو لما كانت بتقول لها في المستشفى ان فارس ما بيحبش يتعامل مع البنات وعايش في حاله. اما ساره، ابتسام وسوزي بيخططوا لها انها تقرب من جاسر وتوقعه في حبها عشان قريب تمضيه وهو واثق فيها، لكن ساره كل ما تحاول تقرب من جاسر ما تعرفش، لانها مش بجرأه سوزي، لكن ساره ما تعرفش ان امها تعمل كده في الحقيقه واكتر. هي مفكرة أمها بتفكر بالطريقة دي لأنها محروقة من جاسر، وإنه السبب في قتل جوزها، ومن ضغطهم عليها أنها تقرب منه وحاولت تاني وفشلت ومعرفتش، لأنها بتشوف قدامها راجل بيحترم العلاقات جدا، وإن ملك مراته لما بتروح عنده الشركة ما بيكونش شايف حد غيرها. كمان جاسر عرف ملك على سارة، وملك رحبت بيها جدا بكل حب، لأن جاسر حكى لها إنه متأكد من إن مالك معجب بسارة، وملك عاملتها بكل احترام. هنا سارة فكرت إزاي واحد بالشر ده مراته تكون محجبة ولبسها محترم، وزي جاسر بيصلي الصلاة في وقتها ويقفل المكتب وينزل يصلي في المسجد، وزي واحد بالشر ده يبدأ شغله في الشركة بأنه يفتح المصحف ويقرأ فيه قبل ما يشتغل. أنا لازم أعرف إيه اللي حصل بالظبط. مالك هو المفتاح اللي هيوصلني للحقيقة، أكيد عنده فكرة عن الماضي. مالك ما بتخرجش كتير بناء على طلب جاسر، لأن جواها بتفكر إنها هتخرج بأي طريقة، وبرضه جواها تفكير في زياد، ومن عنادها شايفة إن الخروج والسهر والطريق اللي هتمشي فيه بعد كده بتنتقم من زياد. اما يوسف زي ما هو كل يوم يوصل مريم وعايش معاها حاله حب، والحب بيكبر كل يوم عن اليوم اللي قبله. مريم فكت شويه مع يوسف وبدات تضحك وتهزر. يوسف اكتشف ان مريم دمها خفيف وعشقه ليها زاد اكتر من الاول. هدى وحسام مبسوطين لانهم شايفين مريم مبسوطه، وبيدعوا لزياد براحه البال ليل ونهار. اما زين زعلان عشان العلاقات في الفيلا عندهم متوتره، حاول لكن مريم منعته وقالت له انها هتحل كل حاجه. طبعا زين مع رتال في الكليه كل يوم يوصلها وهو مروح، وقرب منها اكتر وبيحاول يغير من شخصيه رتال وخليها تثق في نفسها اكتر من كده. وفعلا زين شاف ان رتال بدات تتغير للاحسن، لكن هو حابب طريقه حبها وردود افعالها في الحب، وانه دايما يتمسكن ويمثل انه زعلان، ورتال تخرج كل اللي جواها من حب دفعه واحده. فارس طبعا زعلان على اخوه ومش عارف ايه سبب تغيير فهد، وان فهد اصبح انسان عملي جدا، لا بيهزر ولا بيتكلم كتير، وانه بيجي هنا الفيلا بس عشان خاطر رنا ما تزعلش منه، يسلم عليها ويقعد معاها خمس دقايق ويطلع على الشقه. ويقعد باقي اليوم فيها. زعل لما عرف ان فهد بيفكر يقطع اجازته ويرجع للحربيه، لكن هو برضه مش عارف ليه شاف روزي في الحلم، وانه يوم العمليه اتكرر في الحلم، وانه شايلها وهي عكسته. فكر في رودي وطرد الفكره، لان الحب هو اللي وصل فهد للحاله اللي هو فيها. هو ما عندوش فكره باللي حصل، لكن هو عنده احساس بكده. ملك كل يوم يخرج بالكلية ويروح على شركة الصاوي يسلم على جاسر اللي كشفه وكشف مشاعره تجاه سارة، وبعدها يطلع على شط
وبعدها يطلع على سارة في مكتبها ويستنى لما تخلص عشان يوصلها لحد باب شقتها. سوزي تفتح الباب لسارة ومالك يستأذن ويمشي. مالك قرر انه قريب قوي هيعترف لسارة بحقيقة مشاعره. اما ابتسام الحيزبونة رجليها والقبر ولسه بتخطط وبتفكر فكرة شيطانية زيها، وانها عايزة سارة بعد ما توقع جاسر تحاول تسمم مالك وانه يموت وتحرق قلب جاسر وملك على ابنهم زي ما هما كانوا السبب في حرق قلبها على عاصم، وانها لو تطول تموت وتقتل عيلة العدوي كلها هتعملها. وشافت لو انها جت فرصة مناسبة ان سارة تدخل عيلة العدوي وتعمل كده، لكن خافت من ادم وافتكرت يوم هددها بالسكينة. ابتسام جواها نار لانها مش عارفة تحصل على اي حاجة، لكن هتفضل ورا سارة لحد ما تعمل اللي هي عايزة، ومنتظرة موت مالك ربنا ياخدها بقى ويريحنا منها. بيتر زي ما هو علاقته بادم واكتر الاجتماعات بيحضروها مع بعض، وكمان طارق اللي مجنن ادم وبيتر كمان مجننه. اما نور في الاسبوع ده كان محمد بيوصلها الجامعه، وبعد الجامعه نور ومريم بيبداوا التجهيزات وانهم يخرجوا ينزلوا يشتري كل حاجه ناقصاهم في جهاز نور. ادم اقترح على مريم انها ما تتعبش نفسها وهو هيجيب لها كل حاجه. مريم قالت له انها مبسوطه وهي بتشتري جهاز بنتها. نور كانت مبسوطه جدا لانها في نفس الوقت عايشه حاله حب مع محمد ويوميا يكلمها قبل ما تنام لحد ما تنام، ونور بتفكر انها تجيب هديه مميزه لمحمد. محمد مبسوط جدا مع نور وحس انه صغر 20 سنه، وبدأ يزبط في شقته، ومصطفى وأشرف اقترحوا انهم يقدموا له شقة هدية. محمد رفض وقال ان الشقة دي فيها كل ذكرياته مع نور من افكار وصور وهو هيتجوز فيها، وفعلا بدأ يزبطها وكان بياخد رأي نور في كل حاجة. هينفذ لها كل اللي هي عايزاه، بس هي تروح وتختار وتشوف ايه اللي هي عايزاه. نور فرحت جدا واتفقت انها هتروح معاه بعد حفلة ادم. اما فهد نقل في شقة طارق وعايش فيها وغير نظام الشقة وفتح اوضتين على بعض وجاب فيها اجهزة جيم وخصصها للجيم. بيطلع كل النار اللي جواه فيه، وفهد فعلا اتغير. رينو وحشاه جدا لكن الغضب عميه، ويوميا بيفكر انه اهانته في انه مش راجل وانها بتكرهه وانه اتهان في اعترافه بحبه ليها وانها استهانت بكل ده وما ادتلوش فرصه يشرح موقفه واعتذر. مش قادر ينساه وغضبه كل يوم بيكبر عن اليوم اللي قبله. قاعد بيفكر انه يحاول على قد ما يقدر انه يخرج رينو من حياته وهيثبت لها ده، لان فهد السيوفي راجل من ظهر راجل يا لارين. في فيلا ادم العدوي، ادم طول الليل مش عارف ينام واخد مريم في حضنه بيفكر كتير هيعمل ايه. الحفله خلاص بعد بكره والكل هيكون موجود، طب مراد وفريحه هيتقابلوا ازاي؟ مريم نايمه في حضنه وقلقت لان ادم بيتحرك وهي في حضنه. حبيبي انت برضه مش عارف تنام؟ اسف يا حبيبتي صحيتك، انا هنام اهو. انت قلقان من حفله بعد بكره مش كده؟ قلقان؟ قلقان ليه؟ قلقان من ان مراد وفريحه هيكونوا موجودين وانهم عدى عليهم حوالي اسبوع وما تصلحوش. وده سهل يا مريم، انا كان نفسي يتصالحوا، انا بستغرب ازاي قدروا يبعدوا عن بعض اسبوع بحاله. انا ما اقدرش على فراقك يوم واحد، ولما كنت في تركيا كنت بموت من بعدك عني، لكن دول منهم مسافه صغيره، ازاي مستحملين البعد؟ ازاي ما حاولوش على الاقل؟ حبيبي انت هتقارن عشق الادم بعشق اي حد تاني؟ عموما ما تقلقش انا هتصرف. هتتكلمي مع مراد يا مريم؟ عيوني انت تأمرني امر، انا هتكلم مع مراد وهشوف حل، لان بجد ما ينفعش كده. فريحه صعبان عليا، اول ما النهار يطلع ان شاء الله هتكلم مع مراد، بس اهم حاجه انت ما تقلقش. ربنا يخليك لي يا قلبي ولا يحرمني منك. ولا يحرمني منك يا روح قلبي. يلا بقى ممكن تنام شويه، انت بقالك كام يوم ما بتنامش كويس. ولا اخدك انا في حضني وتنام؟ يا ريت، لكن اتعودت ان انت اللي تكوني في حضني. وفعلا ادم دخلها كلها في حضنه ونام. في الصباح ادم صحي قبل مريم ولبس وجهز نفسه. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا روحي، صح النوم. ادم نمت كويس؟ وانا اقدر اقاوم حضنك وما نمش؟ طبعا نمت كويس يا قلب ادم. حبيبي انا متفائله، ودام شفت ابتسامتك دي يبقى كل حاجه هتتظبط. حبيبتي وامرتي، ربنا يديمك في حياتي ويديمك تاج فوق راسي. حبيبي ثواني ادخل الحمام وهنزل اعمل لك قهوه، مش هتاخر. لا يا روحي ما تعبش نفسك، انا هنزل على الشركه على طول وانت تكلمي مع مراد وطمنيني. طب والقهوه؟ هشربها في المكتب. هتشربها من ايد ست كاني؟ كامي مين دي؟ هي بتعرف تعمل اندومي؟ لما هتعمل قهوة هطلبها من اي حد غير كامي. هطلبها من اي حد غير كامي. وبعدين الحمد لله كلها اسبوع وكامي تسيب المكتب لان السكرتيرة خلاص هترجع. كويس انها هتمشي عشان رمضان قرب. بجد يا روح قلبي كويس فعلا انها تمشي، الواحد مش ناقص. انا هنزل بقى، مش عايزة حاجة. عايزك انت، وانا موجود دايما جنبك. يا رب دايما جنبي. انت هتأكد على العيال ان الحفلة بكرة؟ اكيد، انا بس اوصل الشركة واتصل بالعيلة كلها. ربنا معاكي حبيبي. في فيلا سيوفي، فريحة لسه نايمة وتتأخر على الكلية. رنا دخلت عليها تصحيها. فريحة قومي. ايه يا مامي في ايه على الصبح؟ قومي اتأخرتي، وانا كل يوم هفضل اصحيكي؟ انت كنت بتقومي لوحدك، قومي بقى الساعة 9. حاضر يا مامي، قمت اهو. قومي كده خدي حمامك وظبطي نفسك وصلي والبسي وانا هجهز لك الفطار.
لا يا مامي ما تعمليش فطار، انا هفطر مع ندى في الكليه وكمان مش هلحق. كل يوم نفس الاسطوانه، انت ما بقيتيش بتاكلي زي الاول، وشك اصفر. فريحه هتفطري قبل ما تنزلي؟ ارجوك يا مامي مش جعانه، هفطر في الجامعه عشان خاطري ما تضغطيش عليا. ماشي يا فريحه، لما اشوف اخرتها معاكي. فريحه قعدت على السرير وفتحت تليفونها وجابت صوره لمراد. وحشتني قوي يا مراد. في فيلا العدوي، مراد في اوضته وصحي من بدري وخد شاور ورجع نام على السرير تاني، ملوش مزاج يعمل حاجه. الباب خبط. ادخل. ممكن ادخل؟ اه طبعا اتفضلي يا ماما. مريم داخله وشايله صينيه عليها فطار وكوبايه لبن. ماما من امتى وانت بتقولي يا ماما لوحدنا؟ شكلي كبرت. تعالي يا مريم. ايوه كده واضح ان لسه ما كبرتش. خايفه غازل فيكي الدنيا تتقلب عليا اكتر من كده. الكلام ده لا طبعا، انت فهمت الموضوع غلط. لا غلط ولا صح، اللي حصل حصل. المهم ايه الاكل ده؟ ابني حبيبي مرادي ما بقاش بينزل يفطر معايا زي كل اجازه. قلت بقى يا مريوم اعملي لمراد الاكل اللي بيحبه واطلعي رجعيه العقل، واصل دماغه صعيدي ومش هتتعدل غير بمريم. لا يا مريم ماليش نفس. كلام ايه ده؟ انت عايز تزعلني منك؟ انت عارفه انت عندي ايه وزعلك انا ما اقدرش عليه. اثبت لي. اوعى بقى كده، خدني جنبك، مش معقول هكلمك وانا واقفه. يلا بقى انا هاكلك بايدي. هو فين؟ ما تخافش نزل على الشركه، ولو كان موجود وشافك وانت بتاكديني كده. كويس انك فتحت كلام في الموضوع ده، انا جايه مخصوص عشان اوضح كل حاجه. بس تعالى اكلك الاول واشربك اللبن، وبعد كده هقول لك على كل حاجه. تشربيني اللبن؟ طبعا، انت في اخر سنه في الحربيه ولياقتك وصحتك اهم حاجه، كفايه التدريبات اللي انت بتعملها. كمان ابوك قال لي ان رابعه حربيه دي بتطلع فيها مهمات، وانك هتخلص اجازتك وهتطلع اول مهمه. انا خايف عليك قوي يا مراد. تلاقيش يا ست الكل ابنك قدها، ربنا هو الحافظ. مرادي حبيبي، ممكن اعرف انت ليه لحد دلوقتي ما بتتكلمش مع فريحه؟ مش قادر يا مريم، كل ما احاول افتكر اتهامها ليا بالخيانه واني كذاب افتكر انه بسها ومكسوف يكمل. حبيبي مين فينا ما بيغلطش؟ مراد لازم يحصل بين الاحبه مشاكل، الحياه مش كلها عسل، لازم يحصل مناوشات ولازم يحصل زعل علشان نقيم العلاقه يا حبيبي. وبعدين فريحه ما اعتقدش انها اتهمتك عن قصد، هي بس اتصرفت من قلبها لما شافت وسمعت كلام ادم. بص يا مراد، هي المواضيع كلها داخله مع بعض، بمعنى ان ادم كمان زعلان ومتضايق من نفسه لانه ما كانش يقصد، وانت كمان زعلان لانك ما كنتش تقصد. بص يا حبيبي، انت كنت بتضايق ابوك وبتستفزه فانك بتنافسه فيا، وكمان كنت بتنقي كل الكلام الحلو اللي كان ادم بيقوله ليا. لو سمحت سيبني اتكلم واقول كل حاجه، وبعدها انت قول اللي جواك. انت يا مراد استفزت ابوك، ابوك ما عندوش مانع انك تحبني، لكن انت دايما كنت بتختار الوقت اللي ابوك بيبقى موجود فيه وتعاكسني قدامه. وكمان ما ننكرش انك بتكون قاصد ده، مع انك عارف ابوك بيغير قد ايه، ومش بيغير عليا انا بس، انت عايش معانا اهو كنت شايف كان بيعمل معانا ايه، وبيغير لدرجه انه مشدد على اخواتك البنات صيف شتا يناموا بالبيجامات، وانه كان بيبقى غيران على نور من محمد قد ايه، واي حد يقرب من رينو ما كانش يسمح باي غلط. ابوك طبعه الغيره، وانا كنت بكون فرحانه انه غيران عليا، لكن يا حبيبي لما انت كلمتني على السكرتيره ورحت وشفتها حسيت بالغيره. ساعتها عذرت ابوك، لان ساعتها حسيت ان كل حته فيا كانت عباره عن نار، وجوايا غيظ وغل، كنت عايزه اضرب البنت دي، وحسيت ان جسمي كله رجف، كنت عايزه اطلع غيظي كله في ادم، راسي كانت هتنفجر من الغيره، وضغطي حسيت انه عالي عليا، قلبي ساعتها كان فيه غيظ، ده غير اني كنت متضايقه. ساعتها بس عذرت ادم وقلت هو بيتحمل كتير، وكمان استحمل مراد، ومع ان مراد بيختار كلام ادم ويقوله لحبيبته. حبيبي احيانا الهزار الزايد عن حده بيتقلب ضده، زي اللي حصل مع ادم لما كلم فريحه، كان عايز فريحه تيجي هنا وتتخانق معاك، وهو يقف في صف فريحه ويهتم بيها، كان عايزك تغير على فريحه عشان تحس باللي بيحصل جواه. لكن لما فريحه عملت عكس كده ابوه زعل جدا، هو ما كانش متوقع ان ده يحصل وان الامور هتوصل لكده. بخصوص فريحه، فهي ضحيه يا مراد. فريحه معاك 18 سنه بتغير عليك وما تستحملش اي بنت تقرب منك، وانت حابب ده، لكن كمان هي جالها اتصال عن طريق الغلط ان مرادها حبيبها موجود مع بنات ايا كان المكان والزمان، لكن في بنات حواليك، وكمان قال انه موجود مع فريحه وهو مش موجود مع فريحه، واللي قال الكلام ده ابو مراد وابوها التاني وصديق العيله، يعني كلام موثوق منه 100%. فريحه هنا بقى بنت بتعشق حبيبها، شافت ان حبيبها فعلا مش موجود معاها ومش موجود في كليته وتليفونه مقفول، وعقلها سيطر عليها ان كده مراد بيعمل حاجه غلط، اي واحده مكانها هتفكر كده. مش شرط اشكك فيه، مش شرط انها شاكه فيك، لانه مبدا فريحه من هي صغيره الغيره على مراد الغيره وبس، لكن اي بنت عقليتها هتفكر كده يا مراد،
وبعدين هي اول ما عرفت من ابوك كل حاجه مش جات لك واعتذرت بدل المره 10 وانت رفضت تدي لها فرصه وعاقبتها وخليتها تمشي وكسرت قلبها. مراد انت غلطت، انت ما سمعتش فريحه ليه؟ هتستفاد ايه من بعدك عنها؟ هي تبعد عنك لا انت مرتاح ولا هي مرتاحه. حبيب الشيطان لما بيدخل عقل الانسان بيصور له اسوأ الصور قدامه. هو الشيطان عايز ايه يعني غير الناس تعيش في هم ونكد وشك وحقد وغل؟ فريحه عايشه ومبسوطه يا مريم بدليل انها ما اتصلتش ولا مره. شفت ده اللي انا بتكلم فيه، الشيطان صور لك انها عايشه مبسوطه. طب تعرف ان فريحه تعبانه؟ انت عرفت منين وتعبانه مالها؟ ايوه فريحه تعبانه، عرفت ان اخر تدريب ليها جاب الدرجات وحشه، وعرفت ده من رنا امبارح. وكمان فريحه ما بقتش بتاكل زي الاول، شكلها كده بتنتقم من نفسها، لا بتاكل ولا بتشرب، وكمان في التدريب درجاتها وحشه، وكمان مرادها مش موجود. فريحه هتتعب نفسيا اكتر من جسديا. فريحه اكيد دلوقتي حاسه انها وحيده، البنت لما حبيبها يبعد عنها بتحس قد ايه هي مقصوره، ملهاش حد في الدنيا حتى لو حواليها العيله كلها. حبيبها مش موجود هتحس انها يتيمه. يا عيني عليك يا فريحه، اكيد يا مراد كلنا بنغلط في حق بعض وبنسامح بعض عشان المركب تمشي، لكن انت وفريحه نزلتوا من المركب. طب المركب هتمشي ازاي طول ما انتوا الاتنين مش فيها؟ اعقل يا حبيب ماما، صالح فريحه وبعدين الحفله بكره هتقابلها ازاي؟ هتروح لها وحياه مريم مش كده؟ طب اطلعي بره عشان البس. اطلعي بره؟ ماشي ماشي يا مراد، تستاهل اللي ادم عمله فيك. حبيبتي ما اقصدش، قصدي عشان الحق بنت طارق، ما تعرفيش هي في البيت ولا في الجامعه؟ هتصل على رنا واعرف منها وهقول لك. وانت نازل يا حبيبي ربنا يهديك ويهديها. فعلا مريم نزلت واتصلت على ادم وقالت ان مراد اقتنع ورايح دلوقتي صالح فريحه. ادم فرح جدا. مريم بعدها اتصلت على رنا، ورنا قالت لها ان فريحه خرجت وراحت على الكليه لكن برضو من غير فطار. مراد لبس قميص وبنطلون فريحه بتحبه عليه قوي ونزل بسرعه. ها مريم فريحه فين؟ في الجامعه وخرجت من غير فطار. طب سلام. في شركه ادم العدوي. ادم اول ما عرف من مريم ان مراد اقتنع فرح جدا وحس بطاقه ايجابيه، اتصل على العيله كلها عشان ياكد عليهم عزومه بكره. الكل رحب جدا وكمان طارق، لكن ادم حس ان طارق زعلان وساله مالك طارق خاف يقول لادم وادم يتكلم مع فهد، يقوم فهد ينفذ تهديده. طارق قرر انه ما يقولش حاجه. مفيش انا زي الفل، احنا اكيد هنيجي لكن فهد ممكن ما يجيش الحفله. ادم قفل مع طارق واتصل على فهد. فهد قاعد في شقته نايم على الكنبه في الصاله تعبان لانه ما نامش غير الفجر من كتر تفكير. اتفرج على فيديوهات رينو وصور ليها وفاق على صوت التليفون. الو ايه يا كوتش فينك؟ موجود يا عمي، انت عامل ايه؟ موجود انا عامل كويس، انت مش موجود، فينك من يوم حفله جاسر ما شفتش خلقتك. اسف يا عمي انا بس كنت بتمرن عشان لما ارجع الكليه تاني، انت عارف نظام الحربيه. جميل وحلو، لكن انت بتاخد اجازه وبتعوض فيها في انك تقعد مع حبايبك مش تطلع عينك في التدريب. وبعدين انت ومراد ما شاء الله مش محتاجين تدريب، ده انتوا تيران الله اكبر. انت كويس يا فهد؟ انا فل يا عمي، كمان هاجي لك الشركه اعدي عليك النهارده، ده انت وحشني. لا يا حبيبي مش عايز اشوف وشك النهارده، بس تكون موجود عندي بكره. انت ناسي ولا ايه؟ الحفله بكره. ايه يا بغل رحت فين؟ معاك يا عمي ان شاء الله هشوف. مفيش هتشوف، هتشوف دي انك تكون موجود بكره، فاهم؟ فاهم يا عمي. طيب يلا بقى اقفل عشان عمك بيتر جاي لي دلوقتي. فهد قعد مكانه بيفكر ازاي هيحضر بكره في الحفله وهو مش عايز يشوفها، كمان هيموت ويشوفها. لكن هي صغرت بيه جدا، صرح في كلامها، صرح في عيونها اللي وحشاه وطريقه كلامها، وطرد الفكره وقام عشان يعمل قهوه ومش عارف يعمل ايه بعد كده. في الجامعه نور ونرمين. كده يا نور؟ يعني تتخطبي وانا ما اعرفش؟ وكمان اخر من يعلم؟ انا زعلت منك على فكره. والله يا نرمين حصلت فجاه، وبعدين انا كنت بعيده فتره عن الكليه، غير كده طول الاسبوع ده انا كنت بتصل عليكي تليفونك على طول مقفول وما عرفتش اوصلك، ولما جيت الجامعه هنا انت ما كنتيش موجوده. قولي لي بقى اعمل ايه؟ انا تليفوني وقع مني في الاتوبيس واتكسر، ولما تفرج بقى اجيب تليفون، انت عارفه الحاله. وكنت ما باجيش عشان امي كانت مسافره البلد وانا قاعده مع اخويا الصغير، بيني وبينك زهقت من الكليه. حبيبتي ولا يهمك، ليكي تليفون عندي وبمناسبه خطوبتي يا ستي، بس انت ما تزعليش. بجد انت بنت جدعه حبيبتي يا نور، ومش زعلانه منك يا قلبي، الف الف مبروك. بصراحه الدكتور محمد لايق عليكي وكمان قمر. ركزي معايا انا وسيبك من محمد، محدش طلب رايك، ابن خالتي وعارفاه. الغيره، انا هركز معاكي ماليش دعوه بيه عم. المهم هتجيبي التليفون امتى؟ قريب. الا قولي لي يا نور، انا جيت النهارده وما شفتش هشام الرزل، سالت عليه قالوا لي ان ما حدش يعرف عنه حاجه من حوالي اسبوعين، ما تعرفيش السبب؟ هقول لك ايه يعني، وانا هعرف زفت ده فين؟ يا رب ما يجي الجامعه تاني. ده انت فصلتيني والله يا نرمين. انا بسالك عادي والله، عشان بس هو كان عايز يتقدم لك، قلت ممكن تكوني عارفه. ما تزعليش، بس انا هعرف من البنت علا. تليفونها رن. نرمين؟ نعم يا نور.
قومي من هنا عشان محمد بيتصل. وماله يا عم، ربنا يهني سعيد بسعيدة، هستناكي بره في الكافيتيريا. الو الو، نفسي اعرف وما ترديش على طول ليه. المحاضرة بتاعتك خلصت من 10 دقايق، وانت بقى عرفت منين المحاضرة خلصت؟ وكمان من 10 دقايق انت بتراقبني؟ حبيبتي انا عارف مواعيد محاضراتك قبل مواعيد كشف على المرضى، انا هنسي كام نور. محمد قلبه، ربنا يخليك ليا. حبيبتي انا ربنا يخليكي لقلب محمد. هتيجي تاخدني بعد المحاضرة التانية؟ لا صعب. ليه؟ انت اللي هتجيلي على المستشفى يا قلبي عشان في مريض هعمل له عملية، لكن انا مستني الاشعة والتحاليل، واول ما اشوفها هبدا العملية وعايزك معايا. خلاص اوكي، هخلص المحاضرة واخد تاكسي واجيلك. عيب والله. هو ايه اللي عيب؟ ممنوع تركبي تاكسي تاني وانا موجود. طب انت مش هتيجي تاخدني وكمان ممنوع اركب تاكسي؟ طب الحل؟ بصي، انت محاضرتك هتبدا بعد نص ساعة، انا هكون موجود عندك بعد المحاضرة على طول، واجي اخدك من قلب الجامعة ونطلع على المستشفى. اوكي روحي. بموت فيك. اخيرا يا نور، انت من يوم الاعتراف ما قلتيش اي كلمة تنعشي بيها قلبي. اكيد خدودك دلوقتي بقوا زي الطماطم. انت متأكد انك دلوقتي مش مراقبني؟ نور انت بنت قلبي وبنت عمري، حافظك بكل تفاصيلك. محمد، عيون محمد، بحبك. في الجامعة فريحة وندى. وبعدها لك يا فريحة، هتفضلي منك كده كده على طول يا بنتي؟ تحكي وشك شقة. عايزاني اعمل ايه يا ندى؟ لو متضايقة من وجودي هقوم امشي. انت عبيطة وانت قاعدة في بيتنا يعني؟ انا بس مش متعودة عليكي، انت بقالك اسبوع على الحال ده، لا بتاكلي ولا بتشربي ولا بتذاكري، وخسيتي ووشك دبل، مش فريحة ابدا. استحمليني، انا هبقى كويسة ومصيري هتعود. تتعودي على ايه يا فريحة؟ مراد؟ ايوه مراد، لازم اتعود على بعده. فريحة مراد. خلاص يا ندى، الظهر انا ومراد. يا غبية، مراد جاي علينا. انت قلتي لمراد هنا؟ ندى كانت لسه هتتكلم. مراد جه من ورا فريحة ووطى وهمس في ودنها. ايوه مرادك هنا. مراد شاف فريحة متغيرة وشها متغير ودبلانة وزعلانة جدا. وحشتيني. فريحة اول ما سمعته دموعها نزلت. مراد قلبه وجعه لما شاف دموع حبيبته، لعن نفسه وكان جايب معاه بوكس كبير وبص على ندى، امسكي ده. ندى فتح بقها من حجم البوكس ومسكته، والبوكس كانت بين ايديها. مراد مسح دموع فريحة. انت عارفة اني ما بحبش اشوف دموعك، وحشتيني يا فريحة. فريحة انت نمتي وانت واقفة؟ مراد عيونه، انت بجد هنا؟ ايوه فرحتي، انا ما اقدرش ابعد عنك اكتر من كده، خصوصا بعد ما عرفت ان قلبك جامد قوي كده. انا هونت عليك يا مراد تبعد عني الاسبوع ده كله؟ بس يا فريحة عشان خاطري، مش عايز احضنك في الجامعة قدام الكل. خلاص بقى وحياة مرادك. ايوه كده شاطرة، وبعدين انت ما هونتش عليا، بدليل اني قدامك اهو. وفريحة مرة واحدة ترمت في حضن مراد. ما تبعدش عني تاني يا مراد. خلاص بقى اهدي عشان خاطري، ما تزعليش مني، اعتبريها ساعة شيطان وراحت لحالها. يعني مش زعلان مني؟ خلاص بقى انسي الهطل اللي انت كنت بتقوليه، انا عارف انك حمارة ومتخلفة واكيد ما كانش قصدك. فعلا عندك حق. يعني انت شايفة نفسك حمارة ومتخلفة؟ لا اقصد يعني انه ما كانش قصدي يا ابن العدوي. تحكي يا فريحة، انت وحشاني. مراد خد باله ان ندى ماسكه البوكس. يا انسة ندى. ها يا انسة ندى، اقفلي بقك عشان الدبان. طيب يا فريحة انا همشي. انا عسولة قوي ندى. الله مطولك يا روح. مش عسولة قوي، عندها درس مسوس، ابقى قوليها تحشيه. خلاص يا روحي اهدي، المهم انا ما هنش عليا ادخل عليك الجامعة وايدي فاضية. تفضلي. الله يا مراد، ايه البوكس ده؟ ده عشاني؟ لا ده عشان ندى. ما تهدى بقى. ايوه كده رجعتي لاصلك. استغفر الله العظيم يا رب. يا ابني البوكس ده عشاني؟ ما تقول. والله ما انا قايل انك غبية وحمارة. يبقى عشاني، هات بقى. وكان في كراسي وترابيزات جابتهم وقعدوا. مراد افتح البوكس؟ براحتك، اللي يسعدك يسعدني، انا مش هصبر لما اروح. اول ما فتحته اتغاظت وعفاريت الدنيا كلها كانت بتتنطط في وشها. ايه ده؟ انت مراد جايب لي كلب لعبه وكمان ديناصور؟ مش مصدقه صح، انا قلت هيعجبوكي. والله حبيبتي دي اقل حاجه عندي، كان في خروف بس قلت اجيبهولك في العيد الكبير. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه مراد؟ هاتي بوسه بس بقى يا مراد. قلب مراد، وبعدين عارف انك بتحب الحيوانات، وما شاء الله مراد في المستقبل هتبقى دكتوره بهايم قد الدنيا، بحاول اساعدك. صدقني انا لفيت المول كله وفي الاخر شفت الكلب ده والديناصور، بعد ما اشتريتهم كان فيه حمار، بس قلت اجيبهولك في زعله تانية. خرب بيت الخفه، عسل يا مراد. اهم حاجه انك تعجبك يا روحي. عجبتني قوي، اي حاجه منك يا مراد تعجبني، ان شاء الله كلب حبيبتي. وانا عندي كام فريحه. مراد شال اللعب من قدامها وجاب البوكس وطلع منه شنطه هدايا.
فريحة توقعت ان دي تكون الهدية اللي بجد. مراد فتح الشنطة وكان فيها سندوتشات فول وطعمية. جايب اكل وفي البوكس وكمان في شنطة الهدايا، احلى فطار لقلبي. انا عارف انك ما فطرتيش، جبت لك فطار معايا. فطار فول وطعمية يا مراد؟ لا ومخلل كمان، بتحب الجزر مش كده؟ انا قلت للراجل اتوصى وكتر الجزر. فرح حسن ضغطها بدا يعلى. مراد انت هتموتني اكتر من كده، ما انت بتموتي فيا يا قلبي. فريحه انت وحشتيني. مراد عيونه انا جعانه طفصه يا روحي. مراد طلع السندوتشات لفريحه واكلها وسط الجامعه، وفريحه اتكسفت واكتشفت انها كانت جعانه قوي وان الاكل النهارده مميز وطعمه مختلف. فريحه كانت مبسوطه ان اخيرا مرادها جنبها. الحمد لله انا كنت جعانه قوي. بالهنا انت شفتي السندوتشات كلها. الله بقى يا مراد كنت جعانه، المخلل كان حلو، عايزه احبس بكوبايه شاي. تحبسي ومستغربه اني جايب لك كلب؟ استنى اجيب لك واحد شاي على ميه بيضه يا معلم. تسلم لي يا وحش. مراد طلب لفريحه شاي وهو طلب لنفسه قهوه، وبعد ما شربوا مراد حاسب وقام. قومي بقى عشان هاخدك على مشوارين مهمين. هنروح على فين؟ قومي وانت ساكته. فريحه قامت ومراد مسك ايديها وطلع من جيبه علبه قطيفه كان فيها سلسله جميله وقدمها لها هديه. فريحه فرحت جدا واتنططت زي الاطفال. اعقلي بقى، بدل ما رنك علقه تفوقك بتنططي في الشارع؟ فرحتي يا مراد انا مبسوطه قوي. ولسه يا قلبي انا هاخدك اول مشوار هشتري لك فستان عشان حفله بكره. مراد انت بتتكلم بجد؟ انت هتتحولي ولا يا فريحه؟ يلا هاتي ايدك. مراد حط ايد فريحه في دراعه وشال البوكس وحطه في العربيه وفتح الباب لفرحته اللي شاف الفرحه في عينيها وشها نور من تاني. اخذها على المول، لكن مراد طلع عين فريحه ومش عاجبه اي فستان تقيسه، اللي يطلع ضيق اللي يطلع ملفت واللي لونه مش حبه واللي لونه مش حبه عليها. هو غيران لان كل حاجه مظبوطه على فريحه وشكلها ملفت قوي. اخيرا شاف فستان اوف وايت ورقيق. استر فستان كان جميل عليها وعجبه جدا على فريحه. اخيرا مراد اشتراه، وبعد كده جاب لها كل مستلزمات الفستان، حجاب وشنطه وجزمه واكسسوارات. كانت فريحه بتختار بسعاده. اخيرا اخذنا وقت كبير قوي، كل الوقت ده في اختيار الفستان. وهو اي فستان؟ ده فستان فريحتي. يلا بقى على المشوار التاني. مشوار ايه؟ اهم من كل حاجه. اخيرا مراد وصل الفيلا عندهم، نزل وخد فريحه ودخل على الفيلا. كان ادم ومريم وزين ورينو كلهم بيتغدوا، ولما مراد دخل الفيلا هو وفريحه مع بعض، ادم ومريم شافوهم وفرحوا جدا، لان الحمد لله وش فريحه يبشر بالخير.